من استديوهات العربي 2 في اللوسيل قطر، صحية صباحية لكم مشاهدينا، ودعوة لمرافقتنا زميلتي عهد وأنا في حلقة جديدة من صباح النور. صباح النور عهد. صباح الخير هبة عبد الملك، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مشاهدينا أهلا بكم في صباح النور، حلقة منوعة اليوم الاثنين الثامن من يوليو 2024، وفيها أكثر الأخبار تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن هاشتاغ صباح النور. أيضا الماركات المقلدة هل تعرضك لخطر التوقيف في المطارات؟ الإجابة في سياق الحلقة. والمشاعر المكبوتة وتأثيرها على العلاقات الزوجية في استشارة. أيضا اليوم معنا الممثل المغربي عبد الإله رشيد، وهو ضيف صباح النور في فقرة فنون في الجسم السليم. مشاهدين تمارين لكافة عضلات الجسم باستخدام الكرة المطاطية، هذا وأكثر في حلقة اليوم. لحظات ونبدأ. مشاهدينا حلقتنا اليوم متنوعة، نرحب بتعليقاتكم أراءكم على رقم الواتساب الذي يظهر أسفل الشاشة وعلى صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. عهد، ولدينا الكثير من المواضيع لنتحدث عنها اليوم، شو أكثر موضوع هيك لفت لك نظرك مترقبة له؟ يعني ممكن موضوع يمكن الماركات أو العلامات التجارية. نعم. اللي اليوم عم نشوف بالمطارات العالمية حتى عم بيركزوا على هذا الموضوع، عم بينتبهوا له، عم بيتم توقيفه عشان في يعني حريه ملكيه، خلينا صحيح. نقول، والفكريه الملكيه. ايضا لدينا موضوع كبت المشاعر في العلاقات الزوجيه، موضوع مهم جدا. هو كبت المشاعر بكل العلاقات بشكل عام، هو يعني سيء. صحيح. ولدينا ايضا ضيف مميز اليوم، ممثل مغربي سنتعرف عليه اكثر في حلقه اليوم. وفي مطبخ صباح النور من عنا لعنا شيف طارق مراد، اللي عم هيك يحضرنا قبل الحلقة وقالنا في أطباق شهية جدا، راح أعلن عنها بس تبدأ الحلقة. على السلامة هبة، صباح الله يسلمك شيف، كيفك اليوم؟ نورت المكان تاني. تسلم تسلم يا رب. النهاردة بقى إيه، عامل لكم حاجة حلوة. يلا. بمناسبة مجيئك عامل بقى إيه، طاسات، إحنا بنسميها طاسات في مصر، هو الأساس بتاعها خلطة كريمة بالجبن والشيدر وكده، وهنعمل بقى واحده بالفراخ شيش طاووق نشوي في الفرن، وهنعمل واحده باللحمه المفرومه، ونعمل عصير فراوله بالايس كريم ان شاء الله. يا عين يعني انتظار الاطباق الشهيه. اطباق حلوه خالص النهارده ان شاء الله، كله حلو مالح. هذه بمناسبه رجوعك بعد فتره يا هبه. طب منيح. نعم منيح، من حظي انا لك. هلا بنشوف عهد لما ترجع من السفر شو رح نعملها كمان. وليمة. نفس الاستقبال ان شاء الله وليمه. صحيح. نفس الاستقبال ان شاء الله. شكرا لك. مشاهدينا ننتقل لنتعرف على أحوال الطقس ودرجات الحرارة في العواصم العربية في هذه الجولة. جولتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف تتحول التغييرات الإدارية مشاهدينا لمشهد درامي مثير للجدل. بإحدى مدارس البنات بولاية أوتار براديش الهندية، داول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر إخراج المديرة السابقة بالقوة بعد رفضها التنحي عن منصبها. الحادثة مشاهدينا التي ترونها أمامكم أثارت ضجة واسعة، كشفت عن اقتحام رئيس مجلس إدارة المدرسة مع أفراد من الأمن غرفة المديرة وإصرارهم على مغادرتها للمكتب. الفيديو أظهر أيضا المجموعة وهي تزيح المديرة من الكرسي بالقوة، تأخذ هاتفها ثم تدفعها نحو الباب وهي متسمرة بكرسيها، وأخيرا كما تشاهدون هنا تم إخراج المديرة وهي على الكرسي بالقوة و
وكان ذلك وسط تصفيق الحضور، بينما أخبرها رجل بالفيديو بأنها أعفيت من منصبها وعليها المغادرة. وطبعا هذا الموضوع لاقى ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من رحب ربما بمثل هذا الفعل وبين من شبهه أيضا بأحداث حصلت هنا خاصة بوطننا العربي، بمن يتشبثون بالكرسي بشكل كبير جدا، وبين من انتقد هذا الفعل واعتبره مسيء لكرامة هذه المديرة، ويمكن أن يكون هناك طريقة أخرى للتعامل مع مثل هذه الحالة. نقرأ التعليقات التي جاءت متنوعة كما تحدثت. ليلى القحطاني على سبيل المثال قالت: أعتقد حتى بعالمنا العربي ناس كتير تموت ولا تزيحوا عن الكرسي، صار ديناصور عليه. هنا الجازي تقول: مسكينة على بالها أنه الكرسي والإدارة ورث لها. وردة مصر تقول: دي اللي هتموت على الكرسي. طبعا مشاهدينا، يعني هذا الموضوع حتى الساعة يعني لا يزال هناك تعليقات كثيرة عليه. نذهب إلى موضوعنا الثاني، وفضيحة كبيرة كشفت عنها وسائل الإعلام الدولية، وهي فضيحة تتعلق بمالكي علامات تجارية فاخرة، حيث اتهمت السلطات الإيطالية بعض الشركات باستخدام مقاولين يدفعون أجورا زهيدة للعمال تصل إلى أقل من دولارين في الساعة لصنع حقائب تباع بآلاف الدولارات. وأكدت التقارير أنه إحدى هذه الشركات تدفع 57 دولار لتصنيع حقيبة تباع بحوالي 2780 دولار، وأخرى تدفع 270 دولار لتصنيع حقيبة تباع ب 2000 دولار. بعد مداهمات الشرطة الإيطالية، مشاهدين، تبين أنه هذه الورش بتوظف مهاجرين غير شرعيين يعملوا لساعات طويلة جدا وبيتقاضوا أجور متدنية، ما أثار تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا بردها نفت إحدى الشركات ارتكاب أي مخالفات وأكدت التزامها بإجراءات المراقبة والوقاية. طبعا الموضوع لاقى تفاعل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي كما تحدثنا. هنا مثلا معاذ يقول: تشترون أغراض علامات تجارية مثل الكثير من العلامات الباهظة، تحدث عنها هنا وهو حددها يعني بالتحديد، قال: بهذه الحالة تم استغلالكم. قبل أيام في ميلانو إيطاليا سلطات داهمت مصانع تابعة لعلامات تجارية معينة، واتضح هناك أنه من يعمل فيها عمالة صينية بأجور منخفضة جدا. أيضا بعض التقارير بتقول أنه تكلفة إنتاج الحقيبة الواحدة 53 يورو، يعني 215 ريال، مقابل سعرها 2600 يورو، يعني 10500 ريال. يعني الربح مشاهدينا كما يقول معاذ هو أكثر من 5000%. طبعا سبب التصنيع بالطريقة هذه كما يقول معاذ بإيطاليا مع عمالة صينية هو تلاعب باسم الصنع، بدل كتابة صنع في الصين يكون صنع في إيطاليا، والعمالة هذه تنام في ظروف صعبة بوسط المصانع. هذا أحد التقارير التي تحدث عن الموضوع. ونقرأ هنا تعليق آخر، ريم الطائي تقول: تشوف الخبر تقول خلاص نهاية البراند، تروح المول تشوف ناس يشترون منها عادي وبشكل طبيعي. نرى هنا تعليق آخر لكادي، كادي تقول: اللي خلاها تكون مشهورة ترويج المشاهير لها. هنا تعليق آخر يقول: فعلا صدق اللي قال رزق الهبل على المجانين، شنطة ما تسوى 10 دولار فقط والمرة تشتريها ب 1500 ولا 2000. من زمان هذه الشركات وهذه المصانع التي تصنع للعلامات التجارية الفخمة حولت مصانعها للصين، وشنطهم جدا عادية ولا فيها أي تغيير، صنعوا ثروة لا تقدر بسبب هوس وغباء بعض الحري. يعني مع هذا التعليق نكون يعني ختمنا هذه الفقرة، ولكن أريد أن تعلقي عليها. نعم عهد، يعني شكراً، حسيت عندك تعليقات. طبعا هناك الكثير من التعليقات والأراء بشأن هذا الموضوع، وكثير ناس مع وكثير ناس ضد. يعني الكثير من الأشخاص يحبون هذه العلامات التجارية بغض النظر عن من الذي يصنعها ومن الذي يعني يقف وراءها، ولكن هناك أيضا مشاهد رأيناها في السابق وتقارير وفيديوهات عن العمالة وسوء المعاملة. يعني هي يمكن أكثر شغلة ممكن بهذه العلامات التجارية يجب التنبه لها، أنه طريقة التعامل وحقوق العمال ويعني استعبادهم، خلينا نقول، صحيح، فقط لحتى إنتاج هذه الحقائب أو المنتجات العالمية التي تباع بأسعار باهظة، في المقابل ما عم بعامل يمكن العمال بطريقة
تليق بهذه العلامات التجارية. تعرفي عهد، ربما أكثر ما لفت نظري بهذا الخبر بالتحديد هو الاستغلال المزدوج، يعني الاستغلال من يعني قبل هذه المصانع ومن قبل هذه العلامات التجارية للعمال، واستغلال أيضا المستهلك الذي يقوم بشراء شنطة بسعر باهظ للغاية يكون فيها الربح 5000%، ما يضطر بعض المستهلكين يعني للذهاب أيضا للماركات المقلدة، وهو موضوعنا يعني اليوم للحديث عنه. هو ليس اضطرار، هو يعني فقط يعني يحملها ربما ليأخذ هذه الهيبة. على فكرة هذا الموضوع له جانب نفسي يعني كمان، طبعا طبعا موضوع بشكل كبير جدا، ولكن سنتحدث اليوم عن هذه يعني علامات تجارية المقلدة. نعم. بعض الأشخاص يروا أنه في هذه العلامات التجارية أنه أنا بقدر صنع نفس الشكل ونفس يكون النوعية. صح. يعني عم نحكي نحن عن يعني أنواع يعني تباع أيضا ممكن أن تضاهي هذه العلامات. صح. التجارية وتكون بسعر يعني. نعم. معقول للجميع. نعم. نعم. على العموم خلينا نروح على عناوين، من عناوين مواقع التواصل الاجتماعي إلى عناوين بعض الصحف العربية في منشأ. مشاهدينا نذهب الآن إلى تونس وانطلاق مهرجان الحمامات الدولي اللي بيتضمن برنامجه 30 عرض على امتداد 28 ليلة، من بينها 18 عرضا تونسيا وخمسة عروض عربية وسبعة عروض من سائر بلدان العالم. نذهب إلى تونس نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. البرمجة تجمع بين الفنون المسرحية والكوريغرافية والموسيقية، فيها 30 عرض في 28 سهرة. الافتتاح باش يكون بعمل مسرحي تونسي، إعادة إنتاج مسرحية عتيل اللي تم إنتاجها في افتتاح 64، وبرؤية إخراجية مختلفة ومعاصرة. إن شاء الله بشارة خير، وإن شاء الله تونس تتحسن من أحسن إلى حسن، ومع الجو متاع تونس التوانسة معروفين بالجو متاعهم وبالمحبة متاع المسرح، ونحبوا احنا المسارح ونحبوا معناها الجو ونحبوا نفرهد ونحبوا نخرجوا من ايطاليا احنا فيه شويه هكا، فهمت؟ جينا مسرح الحمامات على خاطر احنا فريمون مسرح حمامات ديما معناتها نعرفوا اللي عندنا، معناتها ديما عروض شيقه، عروض معناها في المستوى. اولا انا مغروبه بالمسرح برشا، ويوم كي عرفت اللي فما مسرحيه حبيت باش نجي ونتفرج. يعني مهرجان الحمامات هبة معروف بتميزه بيعني هذا الاندماج، خلينا نقول بثقافات مختلفة عم بيكون في من تونس، من الدول العربية، من العالم أيضا، وكل سنة عم بيكون مختلف، عم نشوف هيك دمج مثل ما قلنا بالثقافات بهالعروض.
وربما أكثر ما ميزوا لنسخة هذا العام هو الرجوع إلى عام 1964 وقت تأسيس المهرجان، وأعادوا يعني عرض مسرحية لويليام شكسبير، يرجعوا العالم بطريقة هيك ذكية أنه نحن كمان موجودين من الماضي. صحيح. ولدينا أيضا يعني تاريخ. على كل حال يعني ألف مبروك لكل الأفلام التي تعرض هناك، لأنه أصلا مجرد عرضها هذا شيء جميل جدا. نذهب أنا وأنت إلى فاصل ونعود مع الجسم السليم ومع عهد وفرح، انتظرونا. عدنا إليكم مشاهدينا في صباح النور، والآن إلى تمارين الرياضية. تمارين اليوم لكافة عضلات الجسم باستخدام الكرة المطاطية، وذلك مع المدربة الرياضية فرح بكار. صباح الخير فرح. صباح النور عهد، شو الأخبار؟ الحمد لله. كيف كرة المطاطية تمارين يعني مفروض خفيفة وسهلة أو لا؟ فيها تمارين سهلة وفيها تمارين تقيلة. إيه فيك تصعبية فيك تهينية، أنت رح أعطي أكيد خيارات كالعادي. تمارين اليوم حتتركز على كامل الجسم، رح أعطي تمارين نقدر نعملها لكل الجسم تقريبا، يعني فينا ناخذ فينا نقول العضلات الكبيرة. يلا تفضلي، برجعك تركتك على الكورنيش. يلا تفضلي. صباح الخير مشاهدينا، ان شاء الله تكونوا جاهزين لتمارين اليوم، ان شاء الله تكون عندكم الكره المطاطيه، لانه ما في بديل لها، لازم تكون عندكم الكره المطاطيه، وهيدي كثير سهل تقتنوها بالمنزل، وكثير يعني فيها في عندكم كثير تمارين ممتعه فيكم تعملوها اذا مش حابين تروحوا على النادي باستخدام هذه الكره. خلينا مع بعض نعمل تمارين احماء سهله وبسيطه عليها، فبس رح نقعد. شايفين شو حلوه؟ وهي كمان القعده عليها كثير مريحه، انا كثير بفضلها بدل الكرسي. اذا كنا عاده بالمكاتب في ناس ممكن تاخذها، بس في احجام كبيره على فكره مش ما بتكون بهذا الحجم. فخلينا نبتدي مع بعض، ناخذ نفس، نروح على جنب، رح نعمل شوي تمدد، افتحوا شوي الاجرين لتتوازنوا، اوكي؟ تمدد اعلى مهل على جنب للخصر، بنروح على جنب قد ما فينا، بنعمل ستريتش. إذا كانت كرة كتير صغيرة كمان فينا نوصل للأرض، ما في أي مشكلة، بس ما تجوا لقدام، يعني ما تميلوا على قدام، خليكم على جنب دايما. أعطوني اثنين بعد، بعد وحدة لفوق، هلا لقدام، دخلوا الصدر على جوا. لما بدكم تاخذوا نفس بدنا نفتح الصدر والكتاف على ورا، طلع النفس هون، راح نفتح عن جديد لقدام، ناخذ نفس، طلعوا النفس، اعطوني بعد مره. هلا من هون شدوا لفوق ورجعوا، نشد لفوق وبنرجع بنعمل تمارين احمى، اوكي؟ اعطوني برمي كامله لورا لورا، كمان زيت الشيء، رح نمد رجل واحده، اوكي، لقدام، رح ننزل ستريتش ونرجع نطلع، بس حتى نمدد عضلات الرجل الخلفيه، ولما بتنزلوا ستريتش ما تنزلوا الظهر ميل لقدام، لا فشل الحوض لورا ومددوا الظهر لقدام ورجعوا اطلعوا. يعني فينا نحاول نمد لقدام ونرجع نطلع، نمدد عضلات الرجل الخلفيه عشان اذا عملنا هلا تمارين ما تشد معكم بقوه. مدوا الرجل الثاني، فشل الحوض لورا، الظهر مستقيم، بنمد لقدام ونرجع نطلع، بنمد لقدام ونرجع نطلع. حتى هذه الحركه بتريح اسفل الظهر، واذا كان في عندنا شد ورا رجل الخلفية، عضلات الرجل الخلفية بتساعدنا هذه الحركة. هلا على ما رح نبتدي بالتمارين، هنبتدي بالعضلات الكبيرة مثل ما قلنا دائما على طول بنستهدف العضلات الكبيرة، فرح نبتدي بالسكوات. رح خلي الكورة هون قدامي، الرجلين بعض الحوض ودائما نكبسهم من الكعب، خلوا كعب رجل على الأرض، افتحوا شوي الأصابع على برا، ركب على برا، الظهر جالس، بدي انزل واطلع لتحت، نرجع نطلع تحت، نرجع نطلع. خلوا الكرة فينا نقول مستوى الصدر والأكتاف، أوكي؟ هيدي للناس اللي ما بتقدر ترفعها لفوق، لأنه إذا رفعناها لفوق ممكن يكونوا رجل كعب رجل يطلع عن الأرض. فإذا كان عندكم ليوني وكنتم متمكنين من تمرين السكوات، بدي منكم ترفعوها لفوق وترجعوا تنزلوا، أوكي؟ أهم شيء لما بتنزلوا الظهر يضل جالس وكعب رجل يضل على الأرض لما بنزل سكوات، أوكي؟ إذا لا خلوا الكرة قدامكم، انزلوا وطلعوا بالشكل الصحيح، اهم شيء التكنيك. ثلاثه بعد مع بعض، اثنين واحد. هلا من هون رح نروح يمين
شمال، لما بتلفوا يمين شمال ما تخلوا الجسم رخو وتكونوا عم تعملوا انتم رخوين، بدكم تشدوا حالكم كثير منيح وتعملوا تحسوا بعضلات الخصر والبطن وانتم عم تعملوا هيدي الحركه. 4 5 6 7 8 9 10. هلا بدي اياكم تبرموها، بس وانتم عم تبرموها رح نروح بهذا الشكل نفس الشفل ونطلع لفوق، اوكي؟ شفل ونطلع لفوق. 3 برمي كاملة للكتاف ونطلع. 4 5 6 كتير بتسلي على فكرة. 7 8 بس هلا هدول تمارين بسيطة عم بلش فيها. 9 هلا حبلش صعب لكم اياها. هون خلصنا اكتاف ورجلين، رح اقرب الكرسي مثل ما كنتم شايفين انا جايبه كرسي معي، فبدي اشتغل هلا هون عضلات الفخذ الداخلي وعضلات الفخذ الامامي. فبدي اياكم تمسكوا الكوره تثبتوا، فيكم ترجعوا لورا على الكرسي تثبتوا الظهر او بدون ما تثبتوا الظهر بدكم هيدي الحركه تقريبا نفس الجهاز اللي بالنادي اللي بنرفع فيه الرجلين لقدام وبنشد عضله الفخذ الامامي. فاللي راح اعمله راح جلس الظهر، اوكي، خلي الظهر مستقيم، راح نكبس على الكوره اكيد على داخل حتى نشغل عضله الفخذ الداخلي، وبذات الوقت راح شد لقدام بهذا الشكل كرمال نقوي عضلات الفخذ الامامي مع عضلات الفخذ الداخلي. فهذا التمرين كثير مهم للاشخاص اللي عندهم مشاكل بالركب، احتكاك خشوني او اي مشاكل تاني، بدون ما نحط ضغط عليها بدون ما نحط اوزان، هيدا بيساعدنا نقوي الاربطه والعضلات للفخذ الامامي والفخذ الداخلي اللي هي محيطه بالركبه كثير مهمه. بنعمل مع بعض 3 مرات، نضغط نطلع النفس لما بنشد لفوق، وشايفين ما بنزل وبطلع بسرعه، يعني لما بطلع فوق لازم هدي حس بالعضلات وارجع انزل بعد وحده، بنسكر وبنرجع نطلع. هلا من هون رح اخذ الكرسي كمان بس احطه على جنب، لانه انا بدي بس اتهدى بالكرسي بهيدي الحركه للتوازن، وبذات الوقت رح تعمل لي تمدد وايطالي لمفصل الحوض مع تقويه عضلات الرجل. فرح احط رجل عليا كرمال التوازن، حطوا اخر رجل عليا. اللي رح تعملوا رح تاخذوا هيدي لبعيد وترجع تطلع، اوكي، تسحبوا وتاخذوها لبعيد وترجع تطلع. انتوا هون رح تجوا سكوات على هيدي الرجل، شايفين على رجل واحدة والتاني حتمد تفتح مفصل الحوض. لما بننزل هون انتبهوا الكعب على الارض، ما في شيء على اصابع الرجل، الكعب ما بيطلع عن الارض والركبه ما بتخطي اصبع الرجل الكبير. ندفش بنرجع نطلع بعد 3 3، مددوا قد ما فيكم روحوا لبعيد. 2 بعد واحدة هيدي 1، زيت الشيء بنروح تاني ميل. انا فيني هدي بنفس المكان على الطرف، حطوه قد ما فيكم لانكم انتم بدكم تبعدوا لبعيد قد ما فيكم، اوكي، يلا مع بعض فشوا لبعيد ونرجع نطلع. كبسوا من الكعب تحت وروحوا سكوات على اجر وحده، ظهر ما مدود لقدام. اكيد اذا بدنا بعدين فينا نضيف اوزان على فكره لهدول الحركات اللي عم بعطيكم اياها، يعني فيني هدي وزن بايدي هون وانا عم بنزل اطلع اذا حبيت اني ازيد شده التمرين، او هيدا التمرين كثير سهل علي مش حاسه بالعضلات، اوكي؟ 2 بعد. اكيد كل تمرين حاولوا كنت تعملوه 10 ل 12 تكرار وبتعيدوهم مرتين او 3. هلا بعد هيدا مرنا عضلات الفخذ الداخلي والامامي، ما تنسوا العضلات كثير مهمه لحتى تكون عضلات رجلنا قويه والركبه ثابته، هي عضلات الرجل الخلفيه وهي اهم عضلات. فالتمرين اللي رح نعمله حيكون شوي صعب بس رح لازم نعمله، لازم نتمرن عليه. بديكم تناموا على الارض، حطوا اخر الرجل على الكوره، ثبتوا الظهر على الارض. اللي رح اعمله رح ارفع شوي الحوض، لما برفع الحوض رح اسحب الكوره اللي عندي وارجع مدها، اوكي، اذا بدكم انزلوا بس هي الحركه المفروض انا ضلني ثابته فوق واسحب لعندي بهذا الشكل وارجع لورا. بهيك بكون عم قوي عضلات الرجل الخلفيه. هذا التمرين كثير صعب اكيد على بعض الناس ممكن يكون، فلذلك الطريقه الاسهل اني اقعد على الارض بهذا الشكل واشتغل على رجل وحده بس، اذا ما فيني اني اسحب اضغط عليها واسحب لورا
وارجع بهذا الشكل كرمال يقوي عضلات الرجل الخلفيه. اذا هيدي الحركه كانت صارت سهله ممكن اني اذا ما قدرت اسحب بالاثنين اني اثبت الرجلين وادفش الحوض واطلع بهذا الشكل، بس اني اضغط من كعب الرجل لانه انا هون هدفي مش بس الارداف، كمان هدفي اني اقوي عضلات الرجل الخلفيه. بعد هذا التمرين ضروري نعمل تمرين لعضلات الكوره وعضلات البطن، فاهم تمرين هو يكون البلانك. اعطيكم اكيد مستويات لانه كثير صعب نعمل بلانك على الكوره، ففيني اخذه بهذا الشكل يكون على الركب وسع شوي عضلات البطن مشدوده وادفش لقدام وثبت بهذا الشكل، عد لثلاثة او خمسة وارجع لورا على مهل باخذ نفس. شايفين الحوض مبروب للامام ما بنزل الظهر، هيدي كثير خطره وكثير بتاذي الظهر فما تعملوها، لازم تروحوا لبعيد الحوض لافف لقدام والبطن مشدود وبثبت هون المرحله اني ما اخسر هيدي الوضعيه الصحيحه للظهر. اذا كنا كثير مناح وادفانس بنقدر نطلع مستوى متقدم فينا نهدي وبدنا نجرب اني اطلع بهذا الشكل. اوكي كمان زيت الشيب الظهر ما بينزل، لازم لف على قدام وثبت بهيدي الوضعيه من 10 ثواني وما فوق 30 ثانيه 15 قد ما فينا 20 نطلع 25. هيدي اخر تمرين؟ هيدا اخر تمرين لعضلات دائما اخر تمارين دائما مخصصه لانه بهوليك التمارين دائما عاده بتشتغلي عهد اكيد لازم تشد عضلات البطن اذا بتعمليهم صح، ولكن دائما بخصص فينا نقول تمارين خاصه للبطن وعضلات الكور او حزام البطن الداخلي اللي هي الاهم اخر شيء تننهي فيها التمرين. ننهي فيها اغلب التمارين هون نرجع نعيد من اول. بترجع تعيدي اكيد. على كل حال يعني الكره المطاطيه مهمه مشاهدينا، دخلوها دائما بتمارين صحيح. بدي اتشكرك انا فرح بكر المدربه الرياضيه. مشاهدينا سننتقل الان الى هبه وموضوعنا الطبي لليوم، اليك هبه. شكرا عهد وفرح ومشاهدينا، نذهب الآن إلى موضوعنا الطبي عن طب الأسنان، العالم المليء بالتفاصيل والمفاهيم، من التسوس البسيط مشاهدينا في إجراءات زراعة الأسنان إلى ابتسامة جذابة. هذا المجال يشمل مجموعة واسعة من الإجراءات اللي بتهدف لتحسين صحة الأسنان، لكن العديد منا يجهل معناها. مصطلحات ومفاهيم طب الأسنان سنشرحها اليوم بشكل مبسط مع دكتور يمان حداد اختصاصي في طب الأسنان. ودكتور يمان أهلا وسهلا فيك معنا. يا أهلا وسهلا. يعني اليوم بدنا هيك تعطينا تطمينات كتير كبيرة وبدنا تقول لي يعني من تجربتك هيك ليه الناس بتخاف كتير إنها تروح على طبيب الأسنان؟ هلأ دكتور الأسنان ما حدا فينا خلق بخاف من دكتور الأسنان. نحن اللي خلقنا الخوف من دكتور الأسنان. مش دكتور الاسنان هو سبب هاي المخاوف. لما الاهل بيكون الطفل صغير وما بيعرف شيء عن دكتور الاسنان وبنيجي من خوفه انه انت اذا عذبت بياخذك على الدكتور يعطيك ابره، انتم عم تعملونا عنصر رعب. ما في حدا خلق بخاف من دكتور الاسنان، وهي الاشياء بتصير بتتطور عند الطفل، بيصير عنده تجربه سيئه بالعياده، بنمسكه غصب عنه بنشتغل له، هي كلها بتعمل اخر شيء شيء اسمه دينتوفوبيا. يعني خوف من طبيب الاسنان، بيكبر بيصير كل موعد عنده محتاج يروح على دكتور الاسنان، بيصير عنده ارق، ما بينام بالليل، بخاف، بتتطور المواضيع، بيصير بيهمل بسنانه. الموضوع ابسط من هيك، يعني حقنا نخاف من دكتور الاسنان، في كثير قصص مثلا مجهوله، لانه دكتور الاسنان بيشتغل بشيء مش شايفه المريض. احيانا كثير مثلا صوت الادوات، ريحه المواد الواخذه الموجوده، كلها هي قصص ممكن تخوف. بس بالتبسيط وبالتسهيل ونحن من خلال خلينا نقول بروتوكول يكون الطبيب يقدر يشرح لمريضه كل شيء، يعني اول جلسه مثلا المفروض لازم الدكتور ما يشتغل للمريض شيء، فقط يحكي له خطه العلاج. يشرح له، يقول له هون في الم، هون ما في الم، هون حتتوجع، يكون في ثقه تنبنى بين الطبيب والمريض. بس كمان يعني في جانب اخر ربما هيك يعني ايضا اصبح مهم جدا، هو التكنولوجيا أكيد. اللي تطورت واللي خلت كمان موضوع الخوف يقل بشكل كتير كبير لأنه الأوجاع قلت المصاحبة لأي تعديلات بالأسنان، صحيح؟ صح. هلأ مثلا التكنولوجيا خلت يصير الألم شبه معدوم. التخدير حتى هلأ صار في تخدير إلكتروني، القياسات اللي كانت المعجون وهذا اللي بيضايق اللي بينحط بالتم هلأ صار عبارة عن كاميرا 3D بتفوت ب30 ثانية بناخذ قياسات للتم بكل بساطة. وما في أي إزعاج للمريض. بالنسبة للتنظيف كثير مرضى مثلا ما بتروح تنظف بشكل دوري عند الدكتور، ليش؟ بيقول لك بروح عند الدكتور بسمع صوت الوز بصير في حساسية هلأ صار في أجهزة مثلا مثل تكنيك الاير فلو. هذا عبارة عن جهاز بيضخ مي سخنة
وباودر بينظف الاسنان اعمق بكثير من التنظيف العادي وزيرو الم. فالتكنولوجيا خلت يصير الامور كثير سهله وكثير بسيطه، ما عاد في هالخوف الزايد مثلا عند المرضى. ايضا دكتور يمان حدد حيسهل لنا كثير من المصطلحات اللي يعني هيك بنحسها معقده ببعض الاوقات، خلينا نبلش بالمصطلحات البسيطه اصلا، يعني موضوع التسوس، موضوع علاج الحشوات، خبرنا عنهم اكثر. هلا دائما نحن دائما المريض لازم نشرح له كل شيء بشكل مبسط، لانه المريض شو سبب خوفه؟ سبب خوفه جهله او عدم معرفته بهي الاشياء. لما بتبسط لمريضك كل هي القصص بتصير سهله يتفاعل معه ويقعد بالعيادة ويتخدر وما إلى هنالك. التسوس هو عبارة عن خلينا نقول آفة أو مرض، عبارة عن جراثيم تتغذى على البكتيريا وفضلات الطعام وبتدخل للسن. متى ما دخلت للسن كسرت المواشير المينائية والعاجية. طيب شو الحل تبعها؟ السن ما بيرجع ينبني من جديد، هاي مشكلة الأسنان. فالحل تبعها أنه يجي الدكتور ويحفر هذا المكان وينظفه مزبوط ويحط حشوة ليرجع السن يمارس وظيفته بالفم بشكل متكامل. نعم. فبشكل بسيط وسهل. طيب كثير مهم القناة الجذرية، هذا موضوع شوي هيك بنحسه صعب علينا. هذا اللي بيخوف العالم، بيقول لك رايح اسحب عصب. سحب العصب هلا جدا بسيط. التسوس لما ما عالجه المريض وضل عم يمشي بالسن بيوصل ل خلينا نسميها نواة السن يلي هي الداخلية تبع السن اللي بنسميها العصب. متى ما وصل هذا التسوس للعصب فلازم نحن كأطباء ننظف كل التسوس وننظف القناة الجذرية من الجراثيم اللي وصلت إليها ونحط حشوة فيها وكله تحت التخدير. وهلأ أدوات سحب العصب جدا سهلة، أحيانا بنص ساعة الألم اللي أنت ممكن تأخذ عليه أدوية 10 أيام و20 يوم نص ساعة بيخلص الطبيب. يعني لهالدرجة من البساطة. ولكن ساعة. أيضا في أفكار مغلوطة إلى علاقة بالقناة الجذرية أنه السن ما بقى انك بدك تاكل عليه كثير، انه حيصير شوي تعبان، انه ممكن يكون معرض للخلع اكثر. لا لا، العلاجات هلا دائما الاهمال هو من يسبب خساره الاسنان. العلاج في مراحله المبكره افضل من انك تترك المشكله وتتعقد ويصير العلاج اصعب. نعم. فعلاج العصب انه بخسر السن هي معلومه مغلوطه، لا. علاج العصب بحافظ على السن وبنظف الجراثيم اللي كانت راح تخسرك السن. نعم. فقط. ماذا بالنسبة للتلبيس وتيجان الأسنان؟ عم نسمع عنهم كثير وعلى السوشيال ميديا أصبح حتى مين ما كان للأسف صار يتحدث عن هذا الموضوع. التلبيس نحن ايمتى بنلجأ للتلبيس؟ لما بتكون خلينا نقول مثلا جدران هاي الغرفة، جدران هاي الغرفة تعبانة وهذا الجدار نصه حشوة وجدار مكسور، فوقتها بنلجأ لتقنية التلبيس للسن لنحافظ على جدران السن المتبقية عشان يرجع السن يمارس وظيفته بالفم بشكل كثير فعال. فهو عبارة عن أنه أنت حطيت مادة من زيركون إيماكس واتيفر، أنت حطيت هاي المادة لتحافظ على السن وبنية السن قدر الإمكان وتعطي أطول عمر للسن. نعم تعطي أطول عمر يعني، بس ما بيتآكل السن من الداخل. لا. أيضا يعني هناك مخاوف. ما أنت لما حطيت هذا الكراون أنت حافظت على السن من التآكل. وحطيته لسبب لأنه السن مكسور فيه جزء، متسوس فيه جزء، هاي أسباب التلبيس. طيب جسور الأسنان، جسور نحن لما بنخسر سن، لما انت خلينا نقول بيوصل فينا الاهمال لدرجه انه السن يبطل نون ريستورابل، هذا لازم نقلعه، فنحن صار في خساره للسن. فبنعمل كيف الجسر اللي بالطرقات من جهه لجهه، ايضا الجسر اللي بالفم من سن سليم الى سن سليم، وبيناتهم دميه بمنطقه الفراغ اللي نحن خسرنا فيه السن. فهو عوضنا عن فقد السن. اما التعويض الافضل لفقدان الاسنان هو الزرع ان امكن الزرع. نعم. الزرع هو عبارة عن أنه نحن نحط معدن من التيتانيوم في العظم وبعدها نحط عليه تلبيسة لتعويض السن المفقود من رب العالمين. فالأمور جدا بسيطة، وعلى فكرة هلأ عمليات الزرع عم تكون عبارة عن ربع ساعة أو 10 دقائق. نعم. يعني خسارة السن اللي العالم بتخاف منه وما إلى هنالك هلأ حل 10 دقائق. طيب التهاب اللثة هذا موضوع مختلف وموضوع بعتقد علاجه أيضا يحتاج إلى الوقت، صح؟ التهاب اللثة هو موضوع شائع جدا. التهاب اللثة السبب الأول والأهم له هو عدم الاعتناء وعدم الاهتمام وعدم زيارة الطبيب. لأنه في لثة كمان حساسة، يعني إحنا بنسمع أنه هناك نوع أنواع من اللثة حساسة. طبعا في للثة أنواع. نعم. ولكن السبب الرئيسي لالتهاب اللثة هو الإهمال. الأطعمة هلأ نحن بهذا الزمن كلها ياتها أطعمة للصاقة وكلها أطعمة سوفت تعلق بين الأسنان،
وبنفس الوقت عدم التفريش رح يخلي هالجراثيم تعمل طبقة البليك. طبقة البليك بتسبب التهاب باللثة وانتفاخ واحمرار وبالمستقبل نزف للثة. أما إذا رحت وعالجتها عند الطبيب بشكل دوري تبقى اللثة محافظة على سلامتها ولونها الزهري البينك الحلو. طيب طب الأسنان الوقائي، بما أنه تحدثنا عن زرع الأسنان كنت بدي أسألك عنه، ولكن تحدثنا عنه، طب الأسنان الوقائي أخبرني عنه أكثر. طب الأسنان الوقائي هو يعني أنا دائما بقول له لكل مريض، إذا أنت كتير 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 بتخاف من دكاترة الأسنان وبتخاف من روحه على عيادة الأسنان، فتعال زور طبيب الأسنان كل 6 شهور. لأنه أنت إذا بتشوف المشكلة بتشوفها كتير صغيرة، بينما إذا أهملت سنة وسنتين وما رحت على الطبيب شيكت تلاقي مشكلة كبيرة، ولا وصلت للعصب ولا السن اضطريت تقلع. كل ما أنت حصلت العلاج بكير كل ما كان العلاج أقل تعقيدا وكل ما كانت المشكلة أسهل بالحل. فالطب الوقائي يعتمد على التشييك الدوري للمريض، نعلم أطفالنا أنه لا روح على دكتور الأسنان لازم تشيك، حتى لازم تكون زيارة الطفل المبكرة لطبيب الأسنان قبل ما يكون عنده أي مشكلة. أنه تعال شوف دكتور كل الأسنان. كل قد يعني شو هي الفترة الزمنية اللي أنا مثلا متوجب علي أني أروح أزور طبيب الأسنان؟ لازم أقل شيء كل 6 أشهر. وهي زيارة بسيطة عبارة عن نص ساعة فقط، أنه بنعمل فيها تنظيف تشيك أب، ممكن نعمل أشعة، بنشيك كل المشاكل في البنية التحتية وبنشوف اللثة وبننظف وبس هي هيك. نعم. طيب ايضا من الاشياء اللي صرنا نسمعها بشكل كثير كبير واللي عم نشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، القشور الخزفيه او الفينيرز او عدسات الاسنان، يعني لها مسميات كثيره. اخبرني عن هذا الموضوع اكثر، واخبرني عن الفروقات، يعني ايضا لانه عم نشوف نتائج صراحه عم تكون سيئه للغايه، وعم نلاقي نتائج ايضا عم تكون جميله جدا وحلوه، ومين اللي بحاجتها؟ العدسات هي عباره عن حل جديد طلع، يعني خلينا نقول ما عمره يمكن 30 سنة مثلا. بس هاي العدسات عبارة عن طبقة بتخبي العيب اللوني أو الشكلي في الأسنان اللي خلفها، فهي حلت أزمة شكلية. أو المرضى مثلا اللي عندهم تصبغات أسنان داخلية، هدول المرضى لا بيقدروا يعملوا تبييض ولا بيقدروا يحسنوا، وعدم مؤاخذة نحن هلأ بمجتمع ما فينا يكون حدا ابتسامته مو مرتبة. فهي كانت علاج لكثير مرضى عندهم مشاكل بالتصبغات، او في مرضى مثلا كثير عندهم تسوسات وحشوات بالمناطق الاماميه وهذا المظهر غير مقبول اجتماعيا، فاجت العدسات وخبت كل ما وراء هي الاسنان. نعم. وبنفس الوقت بتحمي الاسنان من الطبقه الخارجيه وبتحافظ على شكل مثالي وبتكون رقيقه. يعني هو مش فقط يعني موضوع تجميلي وانما او جمالي، هو ايضا له علاقه طبي وجمالي طبي بنفس الوقت. يعني انت لما مريض فقد ثقته بنفسه لأجل ابتسامته هي قدمت حل جدا ممتاز. رجعت الثقة، رجعت لك تقدر تتواصل مع العالم بشكل كتير صحيح. كثير من الناس مثلا بتضطر هي وعم تحكي وتضحك بتخبي ابتسامتها. هذا شيء قدم لي أنا حل لهذا الشخص. بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور يمان حداد الاختصاصي بطب الأسنان على كل هالمعلومات اللي هيك يعني مبسطة وبسطها أكثر حضرتك. ومشاهدينا نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود مع أخبارنا المتنوعة لليوم، ابقوا معنا. عدنا إليكم مشاهدينا مرة جديدة، والآن إلى أخبارنا المنوعة لليوم. أخبارنا اليوم يا هبة غريبة عجيبة. غريبة عجيبة. يلا ابدأ لنا بأول خبر. والله رح ابدأ لك بانتقام، انتقام غريب من نوعه. في الهند مشاهدينا قام رجل بعض ثعبان حتى الموت بعدما هاجمه في منطقة نائية. الرجل البالغ من العمر 35 عاما والذي كان يعمل في غابات بالقرب من مدينة نوادا بولاية بيهار تعرض لهجوم من الثعبان أثناء نومه. ووفقا لمجلة نيوزويك لم يتردد الرجل، أمسك الثعبان وقام بعضه مرتين حتى قتله، طبعا معتمدا على معتقد محلي بأنه عض الثعبان مرتين يمكن أنه يحيد السم. بعد الحادثة مشاهدينا نقله زملاؤه إلى المستشفى حيث تلقى العلاج بمضاد للسم وخضع للمراقبة طوال الليل، وبفضل استجابته الجيدة للعلاج خرج من المستشفى في اليوم التالي. وطبعا وفقا لما ذكره لإنديا توداي يعتقد في قريته أنه العض المضاد هو الطريق الأمثل لمواجهة هجوم الثعابين. يعني والله يعني عشنا وشفنا بالفعل، يعني بدها شجاعة كبيرة
هبة، بعتقد انه هالاشخاص اللي عايشين بهيدي المناطق اكثر يمكن معودين على هالامور وعندهم عادي. يعني نحن مش اذا بنشوف تعبان يعني صرصار من بعيد بنكون ركضنا وهربنا، يعني انقذ نفسه بالنهايه. نعم. يعني بهيدي الحركه. على العموم سننتقل لخبر اخر. هبة، هل تعلمون أن هناك أموراً نعتقد بأنها طبيعية في حياتنا ولكن البوح بها للآخرين يسبب لنا الكثير من المشاكل؟ فالحفاظ مشاهدينا على بعض الجوانب الشخصية بعيداً عن الأضواء يمكن أن يحميكم من المخاطر وسوء الفهم، بحسب موقع هاكسبيريت الذي استند في مقاله إلى علم النفس وأكد أن مشاركة الكثير من المعلومات قد تجعل الشخص عرضة للخطر أو الفهم الخاطئ. من بين هذه الأمور، الأهداف الشخصية، احتفاظ بها لنفسك يساعد على تجنب الضغوط الخارجية. أيضا المعتقدات الشخصية، بعض المعتقدات مشاهدينا قد تثير خلافات غير ضرورية، لذلك من الأفضل الاحتفاظ بها لنفسك. أيضا الاستياء من الماضي ونبكي على الأطلال، التمسك بالضغينة أيضا يمكن أن يؤثر سلبا على صحتك الجسدية والنفسية. أعمال الخير، لأن البوح بها يقلل من قيمتها ويجعلها يعني تبدو أقل صدقا. أيضا مشاهدين المشاكل الأسرية، بما أنها يعني شخصية للغاية، أيضا حاولوا أن لا تتحدثوا عن المخاوف وانعدام الشعور بالأمان. وأيضا نقطة مهمة، روتين اللياقة البدنية، يعني مش كل ما نروح على الجيم ونمارس الرياضة نصور. وأيضا الوضع المالي، يمكن أن تثير الحسد أو تخلق توقعات غير واقعية. بالنهاية مشاهدين، الحفاظ على هذه الأمور بشكل شخصي هو حماية لخصوصياتك وضمان لسلامتك النفسية والاجتماعية. نعم يا عين، ما ضل شيء نحكي فيه. ما ضل شيء نحكي فيه، وبعدين بنحكي عنهم نحن ببعض الأوقات، صح؟ صحيح، لكن هناك بعض الأمور بالفعل تكون شخصية، أو أنه لا، يعني صرنا مثلا روتين اللياقة البدنية بنحكي عنه، بنحس انه هذا شيء طبيعي، انه نقول انه والله عملت تمارين اليوم، يعني في بعض الامور صح انه عادي انه نحكي عنها، ولكن في امور هيك خلينا نخليها شخصية. انت كنت تنقهري لما احكي لك عن روتين لياقتي البدنية؟ لا، أنا خلينا نكون صريحين قدام المشاهدين، ما في غير مليون مشاهد بس عم يحضر. بس لا وقفت تنزليهم، على كل حال ناطرينك باللياقه البدنيه والفيديوهات الجديده بالمستقبل القريب. طيب جدا نذهب انا وانت الى روتين اكلنا اليومي. هاي احسن، اللياقه البدنيه بالمطبخ مع الشيف طارق. شو يا شيف، جاهز؟ يلا جاهز. يلا اليك، تفضل. يلا بينا. صباح النور مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من مطبخ صباح النور. النهارده بعمل لكم ايه، حاجه حلوه كده. الاساس بتاعها هي طاسه بالفراخ بجبن، تمشي بالجمبري، ولكن الخلطه الاصليه بتاعتنا اللي هي صلصه الكريمه او خلطه الكريمه. فنبدا فيها، هي الاساس، وبنبدا بقى ايه نوزعه على بقيه الخلطات بتاعتنا. طيب خلينا نبدا باللحمه المفرومه قبل ما نعمل خلطه الجبنه. عندي هنا على نار متوسطة عندي لحمة مفرومة، دي خلطة اللحمة المفرومة، بهاراتها بسيطة، شوية فلفل ألوان، شوية ذرة، بصل أبيض، وملح وفلفل أسود، وبهارات اللحمة. ما نكترش عن كده وما نكترش الملح عشان خلطة الكريمة فيها نسبة جبنة وملوحة. لحمة أهي حلوة مفرومة، خدتها بقري. نبدأ إن إحنا ننزلها على طاسة على نار وسط، مش هن إيه، مش تبقى عالية قوي. زي ما انتم شايفين ما بنحطش خالص ايه اي نوع من الزيوت عشان اللحمه مفرومه فيها نسبه دهن. طيب مش هنقلبها خالص لغايه ما تحمر وتاخد معانا لون جميل، ونسيبها زي ما هي كده، لا هنحط بهارات ولا هنضيف لها اي حاجه دلوقتي. نيجي لخلطه الكريمه. طيب الكريمه في الثلاجه، خليني اجيبها. طبعا الجو حر، فدايما لازم ناخد بالنا من الحاجات لما نيجي نحطها، سواء الحاجات اللي بتبوظ بسرعه، الكريمات، الصلصه، الصوصات، الحاجات دي كلها. عندي هنا كريم الطبخ، تخافوش من الكميه بس كبيره شويه عشان اعمل كميه عندي، ولكن الوصفه اللي هتنزل هي وصفه لتر واحد، تقدروا بقى تزودوا الضعف الكميه لو هتعملوا لترين ولا حاجه.
طيب ادي اول حاجه عندي هنا كلمة الطبخ، يعني على البارد يعني، او بننزلها تبقى الحراره خفيفه خالص، نبدا نقلب فيها عشان الجبنه تسيح براحتها. حلو، حطيت الكريمه، نيجي عندي هنا قشطه فريش اهي، بعد كده عندي مظبوط، دي كده وصفه جبنه الكريمه بالجبن، نحط جبنه شيدر. بصوا ليه قلت ما نحطش ملح؟ عشان كميه الجبن اللي انتم شايفينها دي فيها نسبه ملوحه يعني. طيب حطيت الجبنه الشيدر ونحط هنا الكريمه، وحطيت القشطه الجبنه الكريمي كده، الخليط بتاعنا جاهز. نيجي بقى عندنا هنا شويه البهارات، بصل بودره، وعندي شويه من الفلفل الابيض، وشويه جوز الطيب، وده اللي بيدينا نكهه حلوه قوي في صوصات الكريمه او حتى البشاميل. طيب على حراره وسط بقى نقلب كل ده مع بعض اهو، ده الخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين، ندي تقليبه حلوه. طبعا بنفضل نقلب بقى طول ما هي على النار كل شويه، نيجي عليها ونقلب عشان الجبنه بتاعتنا تسيح. حلو، هنسيب بقى الكلام ده كله، هتشوفوه دلوقتي كمان شويه اول ما يبدا يسيح معانا. اهم حاجه تبقى النار متوسطه عشان الحاجه اللي تحت ما تتحرقش معانا. طيب نبدا كده نجيب خلطه الشيش طاووق، او قبل ما نخش على خلطه الشيش طاووق خلينا هنا للحمه، نبدا نقلبها ونبدا ننزل بالخضار عليها اهو، شايفين؟ طيب عندي هنا، نحفظ الخلطه بتاعتنا، بصل ابيض عشان فيه نسبه ميه وفيه نسبه سكر، فبيدينا حلاوه وبيدينا طراوه في اللحمه. حطيت البصل، احط شويه فلفل الوان، اصفر واحمر واخضر اللي تحبوه، مفيش فلفل الوان نقدر نستخدم فلفل اخضر عادي، وكده يكون جاهز معانا. طبعا الذره احنا بنحطها في الاخر فبنخليها على جنب، وننزل على الخليط بتاعنا برشه ملح بسيطه ورشه من الفلفل الاسود الخشن، ورشه من بهارات اللحمه عشان بس ايه طعم اللحمه بتاعتها الحلوه. هنسيب بقى الكلام ده كله مع بعض كده زي ما انتم شايفين، ما قلبتش اي حاجه، تبقى الصوره بس واضحه اهو، زي ما انتم شايفين الخضار فوق واللحمه تحت، وحطيت البهارات، بنسيبهم يتشوحوا لغايه ما يبداوا ينزلوا في ميه، ونقلبهم على بعض بقى ونسيبهم 15 20 دقيقه على حراره وسط لغايه ما يستووا. فخلاص كده خلصنا اللحمه، ننساها ونسيبها على جنب. نيجي هنا عندي خلطه الشيش طاووق، طيب برضه هنعمل شيش طاووق بتاعنا، ندخله الفرن. عندي هنا زي ما انتم شايفين صدور على وراك، خدتها قطعتها قطع، طبعا بالنسبه للوراك فبيكون فيها دهن على الجنب، ده بنسيبه مش بنشيله، لان ده اللي بيدينا طراوه حلوه في الشيش طاووق اهو، زي ما انتم شايفين كده، هو ده الشكل بتاعنا. طبعا قطعناها قطع تخينه عشان تطلع من جوه طريه. ننزل بقى في البوله بتاعتنا بالشيش طاووق. التتبيله، الوصفه تنزل على الشاشه كمان شويه. بالنسبه للتتبيله، شويه زيت زيتون، وعندي رشه ملح خفيفه برضو، وعندي بهارات الكيجن، ورشه من الفلفل الاسود الخشن، يفضل دايما في التتبيل. وادي الوصفه نزلت على الشاشه مع فص ثوم مفروم ناعم اهو، معجون بالشكل ده، واخيرا دبس الفلفل. مفيش دبس الفلفل او مش حراق، تقدروا تستخدموه بصلصه او هريسه مفيش مشكله. طيب نقلب كل المكونات دي مع بعض. طيب كده هنقلب الشيش طاووق بتاعنا، التتبيله الحلوه، اهم حاجه بس ننتبه على كميه الملح. انا خلاص هعمل الشيش طاووق دوت وندخله الفرن، ويكون كده ايه وصفتنا سهله وجاهزه. طبعا هتقولي لي قد ايه نحطه في التتبيله؟ يفضل اللي احنا نسيبه مش اقل من 3 4 ساعات عشان يتشرب تتبيله حلوه كده. نجيب الصينيه والسياخ اللي هندخلها الفرن، ادي الصينيه بتاعتنا. عندي هنا شويه فلفل الوان برضو متبقيين، نقطعهم نحطهم مع الشيش طاووق. حلو، نبدا بقى نجهز السيخ كده، نحط حتتين
من شيش طاووق، يفضل دايما حتى صدره حتى ورك. معانا هنا فلفل، بعد كده نبدا نكمل تسييف. زي ما انتم شايفين في منتهى البساطه الوصفات دي. ده كان بالمناسبه ترند طالع في مصر من فتره، كان الطاسات الناس بتروح، الشباب بتروح تجمع كده الطاسات، تنزل على السفره في المطعم ويتغدوا بيها او يفطروا بيها لو فطار تقيل يعني. طيب ادي شكه السيخ اهي، شيش بكل سهوله. حط لنا كمان حته من الوراق. طبعا عندي كمان متبقيين هنا، حتى لو ما فيش سيخ خلاص نقدر نحطها في طاسه لو انتم مستعجلين يعني، نسخن طاسه حلوه او جريلا وعلى طول ننشفيهم عليها. بعد كده نقفل بحته من الفلفل. طيب هندخله الفرن على حراره 220. انا طبعا مشغل الفرن بتاعي، انا مشغله على حراره 220، بياخد معانا تقريبا 25 دقيقه، يطلع من 20 ل 25 دقيقه شوايه وفرن، يطلع معانا طري وجوسي ويعجبكم. يلا نوديه على الفرن بتاعنا. طيب نرجع نشوف اللحمه بتقول ايه. خلاص هنحط الذره بتاعتنا ونقلب الخليط بتاع اللحمه زي ما اتفقنا. هنسيب الميه تنزل كل السوائل، والسوائل بتاعتها تنزل، ونطلع فين دلوقتي بقى؟ نسلم ونروح على الزملاء، وان شاء الله نشوفكم في الفقره الثانيه. بكره العالم اللي ما بتواجه، يعني بكره العالم اللي ما بيجي مثلا. يلا. شكرا لك شيف. نحن مشتاقين انه رجع لنا الشيف. نحن عم نتصايق. على فكره يا شيف، نحن هلا عندنا موضوع كثير حلو هيك ومتميز عم نحكي فيه عن المشاعر المكبوته، وكنا انا وعهد عم نحكي انه في اشخاص لا تواجه، يعني ما بتحكي مشاعرها. فنحن مشاعرنا تجاه الطبخ اللي انت عم تقدمه مش مكبوتة أبدا خالص، حابين هالأطباق الشهية. ورح ننتقل الآن إلى موضوعنا، ننتظركم إن شاء الله في الفقرة التالية. شكرا جزيلا. شكرا شكرا شيف طارق. نعم مشاهدينا، تعد المشاعر جزءا أساسيا من حياتنا وتؤثر بشكل كبير على تواصلنا وتفاعلنا مع الشريك، لكن ماذا إن ظلت هذه المشاعر مكبوتة وغير معبر عنها؟ هل نحافظ من خلالها على علاقتنا بالشريك أم نساهم في خلق توترات لا متناهية؟ نعم يا عهد، أسئلة يجيبنا عنها المعالج النفسي نبيل بلاد خوري اللي بينضم إلينا مباشرة من مدينة عكا. وأهلا وسهلا بك أستاذ ميلاد، كيفك اليوم؟ صباح الخير. سلام ونعمة، صباح النور لكم. شكرا شكرا. يعني اليوم موضوعنا وأنا وعهد يعني عم نحكي عنه بشكل كتير كبير. خلينا بالبداية قبل ما نقول لك نحن هيك آرائنا حول الموضوع وتساؤلاتنا، بدنا نتعرف أكثر عن المشاعر، على المشاعر المكبوتة وكيف أصلا بتتشكل. أول شغلة مهم نعرف أنه طبعا بلغتنا البسيطة المشاعر المكبوتة هي كل العواطف اللي بيقمعها الإنسان أو بتجاهلها، يعني بدل ما يعبر عنها أو يتعامل معها بطريقة صحيحة. فممكن تكون هاي المشاعر هي مشاعر سلبية مثل الغضب، الحزن، الخوف، القلق. ممكن كمان مرات تكون هاي المشاعر المكبوتة اللي أنا بقمعها ممكن تكون كمان إيجابية مثل الحب، مثل الفرح اللي أنا ما بعبر عنه بوقته. حتى شرح لنا فرويد وركز عليها كثير. فرويد هو مؤسس التحليل النفسي المشهور، انه الكبت هي آلية دفاع غير واعي. يعني احنا البشر احنا اوقات بدون ما نكون واعيين على حالنا نكبت كثير مشاعر وافكار غير مرغوبه او افكار مؤلمه او مشاعر مؤلمه بنحطها باللاوعي بدون ما نكون منتبهين لها. فبدل ما نتعامل معها بصوره مباشره بنخليها موجوده بالداخل. فليه احنا بنتصرف هيك البشر؟ نتصرف عادة هذا التصرف انه احنا نكبت مشاعرنا على امل انه احنا نحمي حالنا من الالام النفسية، لكن للاسف الشديد هذا الكبت اللي انا بتصرفه اوقات بدون ما ادري له رح ياثر علي وما بخرج مني، انما بياثر على حياتي وسلوكي. طبعا في عدة طرق اللي من خلالها بتشكل هذا الكبت، اكثرها احنا بنعرفها هي البيئة الاجتماعية. كثير احنا كبشر وافراد بنتعلم من تجاربنا مع غيرنا مثل العيلة، اصدقائنا، المجتمع، انه في كثير مشاعر غير مقبولة فانا بفضل اني انا ما اشاركها.
مثلا انا كرجل في مجتمع مثلا ممكن يكون غير مسموح انه الشخص يعبر عن حزنه دائما، فلاني انا رجل بكبت مشاعر، نعم او ممكن كمان ممكن تتشكل من اعتقادات شخصيه بالنسبه لي. مثلا انا عندي اعتقاد انه اذا انا بعبر عن مشاعري او انا بتكلم عن هاي المشاعر معناه انا بعتبر حالي ضعيف، فانا نعم بفضل ايش اني انا اكبتها في قلبي ما اشاركها. او كمان اوقات بتصير معانا كثير بالذات بالطفوله او بالاطفال اللي ببلشوا ينضجوا ان هن بخافوا من العواقب اللي بتصير، فانا شو بعمل؟ بفضل مثلا اني انا اكبت مشاعري خوفا من الردود السلبيه او العواقب اللي راح تصير لما انا اشارك مشاعري. طيب فهذه نعم بصورة يعني هذه ربما بشكل عام عن المشاعر المكبوتة منذ الطفولة أو على الصعيد الشخصي. خلينا نحدد شوي المشاعر المكبوتة في الحياة الزوجية، خلينا نحدد ما هي هذه المشاعر، يعني لماذا أيضا نكبتها في الحياة الزوجية؟ طبعا الأزواج هن كمان أفراد، هن أفراد بالمجتمع، يعني اللي هن كمان ممكن يكبتوا مشاعرهن لحتى يحموا حالهم. في عده مشاعر اللي الاشخاص او المتزوجين بكبتوها، لكن اكثر المشاعر اللي احنا بشوفها انا بعيادتي كمعالج نفسي وكمستشار ازواج، اكثر المشاعر هي الغضب والحزن والخوف. هدول الثلاثه هن كثير من اكثر المشاعر اللي فيها الازواج بكبتوها. والغضب مثلا اعطي هيك امثله بسيطه لحتى انا اقدر اوصلكم الفكره كيف هذا الكبت بياثر على العلاقه الزوجيه وليه اصلا الازواج بكبتوا مشاعر. مثلا الغضب مثلا بخاف واحد من الازواج انه اذا عبر عن غضبه ممكن هذا الغضب يؤدي الى تصعيد النزاع او ممكن يؤذي اللي قباله، فمفضل شو يعمل؟ يكتم هذا الغضب بدون ما يعبر عنه. او ممكن كمان ناس بتفكر انه اذا انا بعبر عن غضبي بالعلاقه ممكن هذا الاشي يهدد استقرار العلاقه، فانا ايش بعمل؟ بفضل اني انا اكبتها وما اشاركها. كمان مشاعر اللي بكبتوها كثير الشركاء الحياه هي الحزن. الحزن واحد من اكثر المشاعر اللي بيتم كبتها في العلاقات وبالذات من طرف الرجل. ليه؟ لانه كثير اوقات احنا كمجتمع بنفكر انه اذا الرجل عبر عن مشاعره فهو ضعيف، فبفضل بالعلاقة أن يكتم هاي المشاعر وما يظهرها. نعم أو كمان أوقات كتير بيكون في هذا الكبت عن الحزن بالذات إنه لما الشخص يشعر إنه إذا أنا كشريك حياة بدي أشارك شريكي الآخر حزني راح أضيف عليه عبء زيادة، فأنا شو بعمل؟ نعم بفضل إني أنا ألغي هاي المشاعر وما أظهرها. نعم طيب، يعني كتير مهم ما تتحدث به سيد نبيل، وربما يعني كمان هيك عنا هذا التساؤل عن كيفية يعني أو كيف ممكن للأزواج أنه يتعرفوا على المشاعر المكبوتة والتعامل معها بشكل صحي، مع الإشارة على أنه شخصية الرجل وشخصية المرأة أصلاً هم مختلفين عن بعض، يعني طريقة تعامل المرأة مع أفكارها بالحياة الزوجية طريقة تعامل الرجل هم مختلفين يعني. فإذا لم يتم البوح بهذه المشاعر ربما تصبح المشاكل أكثر. صحيح، مؤكد جدا في حال ما بعبر الشخص وبكتم مشاعره، مؤكد جدا مؤكد انه راح تدمر العلاقه. طبعا ايا كانت كبت المشاعر، ان كان مشاعر ايجابيه احنا بنوصفها او سلبيه، كبتها راح يؤدي لمشاكل. بس زي ما انت كمان سالتي انه ممكن يتعرفوا الازواج على هاي المشاعر المكبوته ويتعاملوا معها، مهم نعرف نقطة كتير مركزية إنه هذا الاكتشاف أو لحتى يعرفه لازم يتطلب وعي ذاتي وتواصل مفتوح، والشغلة الأساسية لازم يكون رغبة مشتركة بين الشخصين. يعني مش الرجل اللي بده يحسن العلاقة أو يحاول يعبر عن مشاعره والامرأة لا، لازم يكون في هاي التشارك في إن يساعدوا يحسنوا ويتعرفوا على هاي المشاعر. واحدة من الطرق اللي والاستراتيجيات اللي أنا بدي أظهرها قدامكم باختصار اللي بتساعد الأشخاص أو الأزواج يعترفوا أو ينتبهوا لمشاعرهم المكتومة هي الوعي الذاتي. واحدة من الشغلات المهمة إنه أنا دائماً عندي بالعيادة بفضل وبشارك الأزواج إنه يكون لكل شخص وقت محدد اللي فيه يقعد مع حاله يكتب شو بشعر. الكتابة أوقات بتحكي كتير أشياء إحنا ما شاعرين فيها، نعم. فهي الكتابة بعد الوقت مع كل شخص منهم بتخليه يتعرف على مشاعره المكبوتة. ولكن هذا الوقت ما بينفع كل واحد يقضيه لحاله، ولكن بالنهايه لازم يكون في تواصل مفتوح.
لازم يكون يخلقوا بيئة آمنة، يعني لازم يعرفوا إنه أنا اليوم لما أنا جاي أشارك مشاعري المكبوتة ما يكون في شريك حياتي بده ينتقدني أو بده يحكم علي، فمهم يكون في بيئة آمنة. والشغلة الأساسية اللي دائما أو أنا كثير واجهتها بالعيادة الناس بتأثر عليهم إنه يستخدموا عبارات أنا، يعني بدل من إنه الشخص يتهم شريك حياته انت كذا انت كذا انت كذا، بفضل انه يعبر عن هاي المشاعر بانه يبلش يحكي يقول انا بشعر بالحزن لما يصور هيك، مش يتهم اللي قباله. فلازم يكون في هذا التواصل المفتوح الدائم بيناتهم. نعم. كمان بالمقابل كمان نقطه، لازم يكون في استماع فعال، يعني الشخص اللي بتواصل بيشارك مشاعره بدون ما حدا ينتقده، لازم يكون في استماع فعال، استماع بدون انقطاع، يعني الشريك يسمع شريكه للاخر حتى لو في نقاط لازم يشاركها. والشغل الثاني يتعاطف معه ويفهمه، بدون هذا التعاطف والفهم هذا النزاع او هاي المشاركه رح تؤدي لمشكله كثير كبيره. نعم. هاي في حاله كمان ممكن يبحثوا عن داعم مهني، ان كان علاج نفسي او علاج زواجي. يعني هذه من الطرق ربما يعني لهذه المشاعر المكبوتة أن تظهر بأفضل طريقة. طيب نرجع لموضوع كبت المشاعر، كيف يؤثر على العلاقة على العائلة وبالأخص الأطفال؟ يعني ونحن نعلم أن الأطفال يشعرون بالأهل بدون البوح بأي كلمة، لذلك كيف تؤثر أو يؤثر عليهم كبت المشاعر؟ مهم نعرف انه كبت المشاعر بيأثر كثير على الاطفال بالذات بالجيل الصغير. ليه؟ بحط هيك اشرح شغله طبعا اغلبنا بيعرفها، انه البيئه العاطفيه اللي بينشئ فيها الطفل لها كثير تأثير عميق على نموه العاطفي والاجتماعي. واحدة من الطرق اللي ممكن هاي المشاعر او هاي كبت المشاعر عند الاباء تأثر على الاولاد هو واحد انه نمو النموذج العاطفي الغير صحيح. كيف يعني؟ تعلم كبت المشاعر. واحد من علام النفس المعروفين اسمه ألبرت باندورا، هو عالم نفس معروف، حكى في نظرية التعلم الاجتماعي وقال إنه إحنا الأطفال نتعلم من خلال مراقبة سلوك أبائنا. فإذا الطفل شاف أبوه أو أمه بكبتوا هاي المشاعر دائما، فهو شو ممكن يعمل؟ يصير يفهم إنه هذا التصرف صحيح وطبيعي. من خلاله الاطفال بصيروا يفتقروا الى القدوه، لما ما بيكون في هاي القدوه باهل بيعبروا، فهذا الولد بيكون عنده افتقاد لهاي القدوه. والشيء الثاني كمان بيزيد التوتر في المنزل، طبعا كبت المشاعر عند الازواج بيزيد هذا التوتر والقلق في البيت كثير كثير، وراح الاولاد يشعروا وراح يكونوا اوقات الاهل عدوانيين مع الاطفال. يعني لما الأب بيكون ملان غضب من امرأته كبتها، فممكن يتصرف بعدوانية مع ابنه، فهي العدوانية رح تخلي الولد ينضج بخوف من أبوه أو خوف من أمه، نعم. فهذا الشيء بيأثر كثير عليهم. طيب سيد نبيل، لنتحدث الآن عن الحلول، يعني كسر حواجز الصمت بين الأزواج، فتح قنوات حوار حول المشاعر المكبوتة، أخبرني هيك بالتحديد كيف ممكن أنها تصير؟ كيف نقدر نعالج هاي الصراعات الزوجية الناتجة عن الكبت؟ أول أساس بكل علاقة، إن كانت علاقة زوجية أو أصدقاء أو إخوة، التنازل والتضحية. إن ما كان في تنازل وتضحية مستحيل يكون في نقاش صحيح. لما أنا اليوم بدي أتناقش مع شخص حتى أكسر حاجز الصمت، لكن أنا من جوا ما بدي أحترمه وما بدي استناه وما بدي اعطيه هذا التقدير وما بدي اضحي اني اصغي له، انا راح اكسر قلبه مش راح اكسر الحاجز. فمهم يكون في خلق بيئه امنه، احترام متبادل اساس، يعني شريك الحياه لازم يحترم كل كلمه بقولها شريكه ايا كانت. وكمان مهم لحتى نكسر هذا الحاجز، مهم كمان نختار الوقت المناسب، يعني ما بينفع المره تكون عم يعني تعمل طبيخ للبيت مثلا حضر اكل، ويجي الجوز بهذا الوقت محتاج انه يشارك مشاعره او يشارك صمته اللي هو مخبيه بقلبه، فهذا الوقت هو غلط، فرح يوتر هاي العلاقه وراح يدمرها. ومهم كمان يكون في تواصل صادق وشفاف، يعني كل شخص فيهم يعبر عن ذاته بوضوح تام بدون ما يحاول يجمل الواقع وبدون ما يؤذي لقبال، يعني بدون ما يكون في اتهام. يعني اليوم انا زي ما حكينا سابقا ان انا دائما بحاول اشارك شو انا حاسس مش شو انا بدي اتهمك. يعني انا اليوم شاعر بالالام مش انت عم تاذيني. هاي الطرق بتساعد كثير انه الواحد يكسر، بس مهم كثير زي ما احنا قلنا التضحيه. نعم. بدون تضحيه
ما في علاقة صحيحة. يعني موضوع مهم جدا والحديث عنه يطول ويطول، وربما في حلقات قادمة سنتحدث أيضا بالتفصيل عنه. نحن نتشكرك معالج النفسي نبيل ميلاد خوري، كنت معنا مباشرة من مدينة عكا، شكرا لك. ربي يبارككم. شكرا لك. الآن سنذهب إلى فاصل، ومن بعد الفاصل سنكون مع الماركات المقلدة، هل تعرضك لخطر التوقيف في المطارات؟ التفاصيل بعد الفاصل، انتظرونا. صباح النور من جديد مشاهدينا، وصباح النور لك يا عهد. صباح الخير هبة. عهد، وأنت تحضري في شنطة السفر استعدادا لإجازة الصيف، لابد طبعا لك ولكل من يشاهدنا الآن أنه يختار أفضل الملابس والأحذية والحقائب والإكسسوارات وما إلى ذلك، لكن هبة لابد من أن تكون يعني أن نكون كلنا على دراية بقوانين الملكية الفكرية التي تحرم تصنيع وتوزيع وبيع المنتجات المقلدة تفاديا لأي توقيف في المطار قد يعكر صفو هذه الرحلة. للحديث عن هذا الموضوع بالتفصيل نستضيف المحامي بالتمييز الأستاذ عبد الله السعدي. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير، صباح النور عليكم وعلى السادة المشاهدين، وأشكركم على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك معنا. بداية يعني كتير من الأشخاص يمكن ما عندهم دراية بهالموضوع وفكرة أنه في بالفعل قوانين تحمي العلامات التجارية العالمية، هل بالفعل هناك قوانين؟ طيب، في بداية أي منتج أو أي مصنف فكري أو صناعي أو حتى علامة تجارية، اسم سواء كان اسم تجاري أو فكرة معينة أو حتى طريقة كلام معلقين رياضيين، طريقة كلام له مقرر له حماية يسمى بالملكية الفكرية والمصنفات الصناعية وغيرها. الفكرة هذه قديمة من تقريبا أكثر من 100 سنة، قاموا بعمل حماية لهذه المصنفات والملكية الفكرية بس كانت مقتصرة على الأمور الصناعية. لما تطور الوضع أصبح هناك في تطور في القوانين والتشريعات الدولية، وأصبحت هناك منظمات تحمي الملكية الفكرية لأغلب هذه البراندات وأغلب هذه المصنفات الفكرية والصناعية اللي عدم حماية، عدم وجود حماية لها قد تؤدي بخسائر كبيرة للمصنعين ولدول كثيرة تساهم في الناتج القومي لها. طيب، السؤال اللي بيطرح نفسه، كيف بتتم عملية فحص الأمتعة بالمطارات؟ وكيف يعني بيعرفوا انه هذه او ما بيرتديها اي شخص ربما يكون غير اصلي يمكن تابع لشركه مقلده؟ هو شوفي، هو هذا الموضوع مناط بالسلطات الجمركيه. السلطات الجمركيه تقريبا يعني بتقوم بعمليه نوع من التعاون مع بعض الشركات او بعض المنظمات مثل منظمه الوايبو في تحديث للبيانات، في استخدام للذكاء الصناعي، بالإضافة إلى أن هناك في تعاريف معينة أو باركود لهذه الماركات، فمن خلالها ومن خلال الورش اللي تقدم لمنتسبي السلطات الجمركية في أي دولة من الدول تبعا لمدى تقدم هذه الدولة أو تأخرها أو حتى مدى تسامح تلك القوانين في تلك الدولة من عدمه إلى الكشف عن الماركات المقلدة. بس هذا الموضوع رح يكون في عملية في الغالب بيكون في عمليات التجارية. أما بالنسبة على النطاق الفردي والاستخدام الشخصي، ما أعتقد أن هذا الشيء يعني راح يكون يعني يأثر متاح. كبير. نعم. يعني بيكون يمكن على الصعيد الشخصي، يمكن تحدثنا قبل الهواء قليلا أنه يمكن حرية شخصية عند بعض الأشخاص، ولكن نرى بالمقابل أيضا هناك العديد من العلامات التجارية العالمية التي تباع اليوم بنفس الشكل ونفس الطريقة. صحيح. وتقول أنه هذه يعني مثل دخب أول وبكميات كبيرة تباع اليوم، هل هذه الشركات أو يعني المراكز أو ما إلى ذلك تلاحق؟ شوفي، هو تختلف طبعا مناطق العالم، مثلا مناطق شرق آسيا مشهور فيها شيء مدى تسامح القوانين اللي فيها في عمل أو الصناعات المقلدة للماركات العالمية. والماركات العالمية هذه أساسها هي أنها خلقت نوع من الولاء، ولاء المتعاملين معها والزبائن على أنهم يقتنون مقتنياتها لأسباب متعددة، إما أنهم يحاولون يعني يوصمون نفسهم بطبقة معينة أو أنهم
يحصلون على منتج ذو جودة عالية أو أنهم مثلا نوع من الاقتناء، يعني هذه تختلف من رغبة شخص إلى شخص. نعم. وهذه الشركات اللي هي شركات الماركات العالمية والبراندات تربي هؤلاء الزبائن وتحاول في نفس الوقت أن تحافظ على مستوى الجودة. وترى الناتج الخاص بهذه الشركات نتاج أبحاث مستمرة وتطوير، مو فقط أنه مثلا والله أنا أعمل براند فقط، لا لا، هو يعني له تاريخ وله جداول خاصة فيهم وله مطورين وأبحاث في كافة البراندات. ترى أنا ما أتكلم فقط عن البراندات الخاصة بالملابس، في المأكولات، في الأطعمة، في الصناعات، حتى المستحضرات التجميل. هذه الأشياء بالعكس أنا أشوفها أنها جيدة. مستوى الجودة لما يرتفع بيحافظ على مصلحة الزبون أو المشتري. يعني أنا مثلا لما أروح أخذ مثلا منتج مقلد بأي دولة من الدول، مستحضر تجميل، قد يؤدي إلى أن أنا أصاب بتشوهات أو أضرار على جسدي. كذلك بالنسبة للأدوية، يعني في بعضهم يقول لك أنا أشتري أدوية من دولة من الدول لأن أرخص من دولة ثانية، بس أنت ما تضمن النتيجة اللي راح تحصل عليها. ولكن بنفس الوقت يعني أصبح يعني أيضا بأمور أخرى بعيدا عن مستحضرات التجميل، ربما بالأمور المتعلقة بالملابس، بالأحذية، بالشنط، أصبح هناك تقليد ربما يصل إلى يعني حدود قصوى بالحقيقة. صحيح. وتكون الأمور يعني دقيقة بشكل كبير جدا. صحيح. ولكن حتى تكون الأمور هيك واضحة بالنسبة للمشاهدين أستاذ عبد الله، اليوم يعني ما تقصده بالقول بأنه من يحاسب هم من يعملون في هذا النطاق على مستوى واسع وليس الأفراد، صحيح؟ في مجال التصنيع، نعم، في مجال النقل، وفي مجال التجارة، نعم. ولكن الأشخاص على المستوى الفردي، عندما يذهب شخص إلى المطار ويكون مقتني لهذه المنتوجات المقلدة، هل تقع عليه عقوبة أم لا على صعيد قانوني؟ في الغالب ما تقع عليه عقوبة. نعم. وما أنا ما سمعت عن هالشيء من قبل، ولكن تتردد بعض الشائعات، خصوصا لما يكون في بعض الدول تنظم بعض الفعاليات مثلا الكروية، أو مثلا فعاليات مثل ما نشهده في بعض الدول الأوروبية حاليا، تميل بعض الدول إلى التشدد ناحية هذه المنتجات المقلدة حماية وحفاظا على الشركات الوطنية، فتحاول أنها مثلا تحاول أن تجبر، أو بما معناه أنها تجعل المشاركين في هذه البطولات أنهم يستخدمون هذه الماركات الأصلية بدل من القدوم بالمقلدة، وسهل تقليدها خصوصا البراندات الرياضية. نعم. وهذه تدرع مبالغ كبيرة وهي ترعى بطولات كبيرة، فلوبي هذه الشركات ساعات ممكن تأثر على دولة دولتين. بس في النطاق العام هذا الاستهلاك الشخصي يقع في بند الحرية الشخصية. وأغلب هذه الدول اللي هي تنتج هذه البراندات والماركات هذه أساساً حكومات ليبرالية وأنظمتها الليبرالية تدعو الحرية الشخصية واستخدام الشخصي. فلا ضير في ذلك. المشكلة تقع فين؟ تقع عندما أقوم بجلب مثلاً كمية معينة بقصد الإهداء، فتفسر في بعض الدول، يعني مثلاً دولنا احنا نفهم مثلاً أجيب 4-5-6 قطع هدايا لأسرتي أو أصدقاء، لكن في دولهم يعني ممكن أجيب قطعة تجارة أو قطعتين تجارة. وقيسية على كل شيء، على المواد كلها اللي ممكن الواحد، أجهزة كهربائية، أدوية، أيا كان. فهي تفسر يمكن تفسر بهذا الشيء، لكن في الحقيقة ما في أي مسؤولية على حسب علمي على الاستهلاك الشخصي واقتنائك لقطعة أو قطعتين والتنقل فيها في مطارات العالم. نعم. طيب إذا تم يعني توقيف بعض الأشخاص يعني كانوا في هذا الظرف، انه في عندهم عدد معين وبهدف التجاره، خلينا نقول تم توقيفه، يقع تحت طائله القانون. نحن ما نعرف، صح، نحن ما نعرف شو هي العقوبات، غرامه او مصادره او حبس حتى، على حسب القانون اللي تفرض الدوله. غالبا الحبس يستبعد. نعم. لكن الا اذا كانت الكميه التجاريه واضحه. لكن اذا كان هو نسبه في تناسب ما بين الفعل والعقوبه، ما اقدر والله 3-4 قطع راح اسجنه. لكن قد يفهم منه سوء فهم منه أو عدم معرفته بقوانين البلد. نعم. في العموم أي إنسان ما يقدر يستند إلى جهله بقانون دولة معينة. نعم. هاي قاعدة. نعم. قانونية. لذلك الواحد يجب أن يكون حريص في اقتناء مثل هذه المنتجات، لأن أصلا جودتها رديئة أصلا. نعم، صحيح. وفي في بعض المنتجات خاصة الطبية ومستحضرات التجميل أو ما يعالج الآن، في أجهزة الآن تعالج البشرة وكذا، ممكن تضرك يعني حتى من حيث السلامة تأثر على صحة الإنسان. فأنا أشوف أن
الواحد يتجنب يجيب كميات كبيره. ممكن انا ما يعني ما ساعد او ادعو لان اقتنائها، بس في حاله اقتناء تكون قطعه او قطعتين ما اعتقد انه في ضير في ذلك. نعم. هل هناك نصائح معينه تقدمها لكل شخص يريد السفر يستمع الينا الان؟ نحن في موسم يعني الصيف والسفريات عم تكون كثيرة هلا. الاخذ في الحسبان. نعم. معرفه اول معرفه العاديه والبسيطه لطبيعه اي دوله، نظامها، ما العرف الجاري فيها، مدى اهتمام، يعني مثلا في بطولات الحين حاصله في بعض الدول تهتم في امور الخاصه بالعلامه الملكيه الفكريه والعلامات التجاريه دي، قد يكون هذا السبب يعني يعكر عليه صفو اجازتي يعني. فاتجنب الحصول مثل او اقتناء مثل هالمقتنيات والدخول فيها لهالبلدان قدر الامكان. عدم شراء او 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 اخذ معي كميات كبيره قد تفهم او تفهم على انها للبيع. وهذا يعني احنا ندخل مطارات يسألك حتى كم معك مبلغ مالي وانت داخل فيه، وهذا الشيء يعني ما اعتقد انه فيه مضرة كبيرة عند فهم اغلب الناس. فما بالك في ماركات مسجلة تشكل هذه الماركات والشركات الخاصة بالبراندات هذه جزء كبير من اقتصاديات هذه الدول، هذه دول رأسمالية. صحيح. ترى على فكرة يعني الموضوع هذا مش مهم حتى بالنسبة لهم، ترى حتى في دولنا رغم تواضع الاقتصاد اللي عندنا في الدول العربية، لكن مع ذلك احنا كلنا منطوين تحت هذه القوانين والاتفاقيات الدولية اللي تلزمنا بحماية منتجاتهم وعلاماتهم التجارية، وكذلك تلزمهم بحماية منتجاتنا وعلاماتنا التجارية. العموم نحن جزيل الشكر المحامي بالتمييز الأستاذ عبد الله السعدي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا سننتقل إلى محمود دبرم التونسي، أحد أعمدة الشعر العام المصري والشاعر الغنائي الذي رافقت كلماته حناجر وألحان الكبار في زمنهم. وهذا الشاعر الجميل ناضل أيضا بالكلمة وكان لسان حال المصريين. قصة حياته مع الروائية فضيلة الفاروق في صفحات الأولى. آه والتانية آه والتالتة آه. الأولى مصر قالوا تونسي ونفيوني، التانية تونس وفيها الأهل جحدوني، والتالتة باريس وفي باريس جهلوني. صاحب هذا الزجل الموجع الذي لخص فيه حياته شاعر غنائي يسمع العالم العربي كله باسمه كلما تمايل طربا مع الست وهي تسأل هو صحيح الهوى غلاب، أو تقول لحبيبها أنا في انتظارك، أو تؤكد أن القلب يعشق كل جميل. ولكن قبل هذه الشراكة المبدعة مع أم كلثوم التي أنتجت 33 أغنية، عرفه عشاق الزجل المصري وأبناء بلده الإسكندرانيون باكراً بقصيدته التي هجى فيها مجلسهم البلدي، ووزع منها يومها 100,000 نسخة. يا بائع الفجل بالمليم واحدة، كم للعيال وكم للمجلس البلدي، كأن أمي أبل الله تربتها أوصت فقالت أخوك المجلس البلدي. وإذا كان الإبداع يولد من رحم المأساة، فمحمود بيرم التونسي النموذج المثالي لذلك. فأكبر شعراء العامية المصرية كان من أصول تونسية، ولد بالأسكندرية عام 1893، أخذ تعليما بسيطا في الكتاتيب وافتتح دكانا صغيرا كان منه يزعج بأزجاله الخديوي فؤاد والإنجليز من ورائه، فأصبح لسان الشعب يناضل بالكلمة التي تدخل قلوب المصريين بلا استئذان، وأصدر مجلتين المسلة والخازوق، أوقفتا للهجتهما العالية في انتقاد فؤاد وابنه فاروق، فنوفي إلى تونس، وحين حاول العودة إلى مسقط قلبه مصر أعادوا نفيه إلى باريس، حيث عرف الفقر والجوع وعمل في المناجم حتى أصيب بالربو،
ثم دخل مصر خلسة بعد 16 عاما من النفي والتشريد، غير أن أشعاره كانت على كل لسان. فثنائيته مع سيد درويش جعلت منه سيد العامية المغنات، فهو أول من كتب فوازير رمضان لأمال فهمي، وأول من كتب المسحرات لمحمد فوزي، وأيد ثورة يوليو بشدة، فغنت له أم كلثوم من ألحان الصنباطي يا جمال يا مثال الوطنية، فجازاه رجال الثورة بأن منحوه جائزة الدولة التقديرية، وتفرغ لتوأمة فنية مع صديق عمره زكريا أحمد خففت عنه ما صرخ به يوما: غلبت أقطع التذاكر وشبعت يا رب غربة. وجاءته الجنسية المصرية متأخرة، إذ نالها قبل وفاته بسنة واحدة عن عمر 68، وهو الذي كتب 12 مجلدا بالعامية المصرية، كل حرف فيها ينبض بحب مصر. وبوفاته انطوت صفحة شاعر الشعب الذي قال عنه أحمد شوقي مرة: لا أخاف على الفصحى سوى من عامية بيرم. من هذا التقرير مشاهدينا الذي نشكر فيه فضيلة الفاروق على دائما تعريفنا شخصيات جديدة، نذهب إلى فاصل نستضيف فيه من بعده الممثل المغربي عبد الإله رشيد، انتظرونا. أهلا بكم مشاهدينا مجددا في صباح النور وإلى فقرة فنون. من مسرح الهواة ومن حي شعبي في المغرب إلى السجادة الحمراء في مهرجان كان الدولي، عبد الإله رشيد ممثل مغربي دخل عالم السينما من أوسع أبوابه، وبعد أول ظهور اختار له الجمهور لقب ولد الشعب. عبد الإله معنا اليوم مباشرة من مدينة الدار البيضاء، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا. صباح النور، أهلا وسهلا بك. أهلا. بدايات عبد الإله الاحترافية كانت قبل نحو 12 عام، يعني وخضعت لأول تجربة في السينما مع المخرج نبيل عيوش بفيلم خيل الله، هذا الفيلم اللي جسد اعتداءات الإرهابية استهدفت مدينة الدار البيضاء سنة 2003. بداية، كيف جاء اختيارك لدور البطولة، دور حميد؟ شكرا على الاستضافة وشكرا على هذا السؤال المهم اللي ديتي لي به. هذا حميد كان أول دور لي في أول عمل سينمائي مع المخرج الكبير المغربي نبيل عيوش. في الحقيقة حميد هو اللي اختارني. نعم. أنا سمعت بالكاستينج مع المخرج الكبير نبيل عيوش وكنت مصر أنني نكون في العمل، وأول ما شافني المخرج نبيل عيوش قال لي صافي خلاص لقينا حميد، أول يعني أول لحظة. نعم، يعني هذه كانت البدايات، لذلك قبل الحديث عنه أكثر وعن هذا الدور دعنا هيك نشاهد مقطع من فيلم خيل الله ثم نعود. ويا شيخ راه أخوك جمعة مشي تشوفه. كله في شكل بحال دار عقله، ما بقاش شارف بحالك، درتي معاه السكير بحال هكا. علاش ما نجيش معايا انت عند المنصب؟ شكون غير زعما ما يسمعني استشهد في سبيل الله؟ واش انا عبد الإله، يعني هيك ذكريات من هذا الفيلم، من كواليس هذا الفيلم، ماذا تتذكر يعني وانت كنت اول مره عم تتعرف على عالم السينما؟ هذا الفيلم فيلم يا خيل الله هو بحال الميلاد ديال عبد الإله رشيد، ميلاد ديالي يعني، كان اول عمل سينمائي لي في المشوار الفني ديالي في الاحتراف، وكان فيلم كبير جدا، توج بعدة جوائز وشارك في مهرجان كان كيف ما سبق وذكرتي دابا، مع مخرج كبير، مع فريق عمل كبير محترف، يعني من مسرح الهواة لعالم الاحتراف مباشرة خطوة بحال هذه كانت تجربة كبيرة، وكانت الحمولة ديال الفيلم كبيرة بزاف لأنه تكلم على الأحداث ديال 2003 في مدينة الدار البيضاء، يعني الانفجارات اللي وقعت، فكانت الحمولة الإنسانية والفنية كانوا بجوج كبار،
وكانت عندي مسؤولية كبيرة أنني نأدي هذا الدور ونضيف للعمل شي حاجة كممثل وكواحد من أبناء الحي يعني ومن أبناء المدينة اللي تعرضت للاعتداء. فكانت عندي مسؤولية كبيرة أنني نوصل رسالة فنية ونقدم في نفس الوقت يعني عمل سينمائي ودور لمقنع وكانت كان ضغط كبير عليا كان ضغط كبير وتوفقت الحمد لله. نعم يعني كما ذكرت أنه موضوع هذا الفيلم ليس سهل، يعني موضوع ثقيل نوعا ما، ويعني أحدث جدل يعني وكان مثير للجدل. لم تتخوف أنت كأول عمل احترافي لك في السينما أن يكون هذا العمل وهذا الفيلم؟ كاين داك التخوف المطلوب يعني لازم خصو يكون ديال الفنان، لانه من كي اي فنان كيعرف المسار ديالو فين بغى يوصل فيه كيفكر في الخطوه اللي غادي يدير، يعني فين غادي يحط رجليه، واش غيحطها في البلاصه الصحيحه، واش غيحطها بالطريقه الصحيحه، واش يعني هاد التخوفات كلهم كانوا عندي وما فكرتش في شي حاجه اخرى، فكرت انني غادي ندير هذا الدور وغادي نديرو مزيان لاني يعني كنت واثق من القدرات ديالي. وبين قوسين انا من الناس اللي عندي داك المبدا ديال كنتسنى شي حاجه كنشوفها كنامن بها كنحس بها وكنتوقع اللحظه المناسبه اللي غادي تجي فيها. كنت في مسرح الهوات سنوات وانا مآمن بان غيجي واحد النهار غادي نتلاقى بمخرج اللي غادي يقول لي انت ممثل موهوب وانا بغيتك تخدم معايا في العمل ديالي. وهاد اللحظه هذه عشتها مباشره مع نبيل عيوش ملي شافني في اول مره وناض من وراء الكاميرا ديالو وجا قال لي عبد الاله انت ممثل عندك إحساس واعر وغتمثل معايا، فبحال شي رؤية شفتها تحققات في هذا الواقع. نعم، وأكبر دليل يعني على هذه الرؤية وهذا الطموح يعني انتقالك من مسرح الهواة إلى السجادة الحمراء في مهرجان كان وفي وقت قصير، يعني هذا الموضوع تجربتك الحلم المشاركة في هذا المهرجان العالمي كيف كان؟ هي هاد المساله ممكن كتوقع للناس يعني مثلا لا علاقه لهم بالتمثيل كاع، وقعات عده مرات في العالم كيكون انسان لا علاقه له بالتمثيل لا من قريب ولا من بعيد كيلقى راسو في شي فيلم كبير في مهرجان كبير ولكن بما انها وقعت لي وانا ممثل ودارس للمسرح وحالم باني نكون ممثل في واحد الوقت، فكان الواقع ديالها يعني عنده معنى عنده قيمه عنده بحال كانت مكافأة من عند الله سبحانه وتعالى للمجهودات اللي درت السنوات اللي فاتوا كاملين، لأني تعذبت وأنا كندير المسرح، تعذبت وأنا كنقرا المسرح، تعذبت وأنا كنحلم واحد النهار ناخذ الفرصة ديالي. فنهار جا هذا المهرجان ديال كان وجا الفيلم ديال يا خير الله مع نبيل عيوش حسيت بأن الله كيراقبني والله كيتبع الخطوات ديالي، وحسيت بأن الله كنقولها أنا دائما كنقولها ما عرفتش هذا المصطلح واش الله يقبله مني ولا لا، وكنظن غيقبله الله بالحب ديالو ليا. نعم. كنحس بان الله مانجر ديالي هو مدير اعمالي من نهار بديت، لان دائما الاختيارات ديالي كتكون موفقه من عنده. موفقه دائما يعني، وهذه رؤيتك وطموحك ايضا يعني عبد الاله. الى جانب السينما شاركت في ادوار ايضا رئيسيه باعمال تلفزيونيه مغربيه ولكن يعني جاءت بشكل متأخر نوعا ما، لكن حصلت بعدها مباشرة على جائزة أفضل ممثل بالوطن العربي في مهرجان قرطاج، ماذا يعني لك ذلك؟ نفس المثال اللي ضربت لك دابا في فيلم يا خير الله، دائما كيكون العمل الصبر المثابرة الثقة في الله سبحانه وتعالى دائما كيكون التتويج في الآخر، هذه في أي مجال أنا كنآمن بها. فمن بعد يا خير الله كانت عندي عاوتاني مرحلة أخرى محطة أخرى ديال الكفاح وديال خصني نثبت راسي وديال خص أن الناس يقولوا لا هذا راه ماشي ممثل بالصدفة، هذا راه فعلا ممثل ودارس المسرح ومن المسرح الهوات وتقاتل سنوات. بقيت كنقلب على الفرصة، ما كانش كافي أني ندير بطولة ونمشي لكان لأن هذا هو الواقع، كان خاصني مازال نثبت نفسي في أعمال تلفزية. وبقيت كنتقاتل حتى جات الفرصه ديال انني ناخذ اول بطوله ديالي مع المخرجه الكبيره زكيه الطاهر اللي كنشكرها لانها دارت فيها الثقه ديالها. فاول ما جات الفرصه عاودت ثاني وانا قلت لها بوم. نعم. التوفيق من الله، جائزه افضل ممثل بالوطن العربي مع نجوم كبار وانا مازال ما كيعرفونيش في المغرب الجمهور المغربي كله، فحسيت بالفخر واني قدمت شي حاجه لبلادي اللي كنفتخر بها واللي تفتخر بها الدراما المغربيه
وفرحت لاني تعرف عليه جمهور اخر يعني في الدول الشقيقه بحال قطر بحال جميع الدول اللي دايره بينا. وقطر كانت من الدول الاولى اللي زرتها في المهرجانات ديالي في السينما. وانت يعني ولد الشعب، يعني عبد الاله هناك لقب اعطاك اياه الجمهور ولد الشعب، ما السر وراء هذا اللقب؟ ما كاينش سر، انا فخور بلقب ولد الشعب، وهذا لقب هذا تتويج من عند الجمهور المغربي، يعني ولاد بلادي ولاد الشعب ولاد الشعب، هذا هو جائزه كنعتبرها، لان ملي كتكون صادق كتكون انسان صادق ممثل صادق الشعب كيحس بيك، الناس كيحسوا، الناس ما نقدروش نكذبوا عليهم، لان الله عطانا القدره ديال اننا كنحسوا بالانسان الصادق والانسان اللي كيكذب، فالجمهور كيحس بك الا كنتي كذاب ولا كنتي صادق، تقدر تكون ممثل واعر ولكن كذاب، كيعرفوك كتمثل يعني بحال غير عندك الحرفه كدير حرفه مزيان ولكن ما عندكش الصدق في الاحساس، فالجمهور كيحس بالصدق ديالي في الاداء ديالي، وكيحس بالصدق ديالي في اللقاء ديالي معاه في الشارع ولا في البث المباشر اللي كندير ولا في الفيديوهات اللي كنشارك التجربه ديالي مع الاولاد والبنات باش يطمحوا باش هما يحققوا الذات ديالهم، فالناس حسوا بهذا الشيء وكيقولوا لي ولد الشعب في البث المباشر وفي الدقه بهم في الزنقه نتصور معاهم. نعم. طيب بالحديث عن الفيديوهات، شاركت مؤخرا في فيديو كليب الفنانه بلقيس، حدثنا عن هذه التجربه وجسدت فيها يعني دور الرجل المغربي الشهم، كيف كانت هذه التجربه وكيف كان التعامل ايضا مع بلقيس؟ ونعلم انه بلقيس يعني سهل ربما موضوع اللهجه المغربيه التعامل معها. بلقيس مطربة جميلة، أنا تعرفت عليها من خلال سمع عليها، ولكن تعرفت عليها من خلال هذا العمل هذا أكثر، فجات الدعوة من عند المخرج المغربي اللي كان بغيه عبد الرفيع العبديوي اللي كنقدرو وكنقدر الأعمال ديالو، فاتصل بيا واقترح عليا العمل وتكلم لي على بلقيس وعلى الأعمال ديالها وعلى الفكرة العامة ديال العمل، أنه عمل يعني اللي مشرف واللي كيمثل غير نقول صورة إيجابية على جهة الشمال المغربي الجميل، يعني تطوان والشمال المغربي الرائع، وغادي يخلي الناس يكتشفوه يعني، فكانت فرصة أني نكون إلى جانب بلقيس كنمثل السفير البلادي لثقافتي، وبلقيس مشكورة لأنها كتفكر أنها تخدمتها هي على اللهجة المغربية والثقافة المغربية، فكان عمل رائع وكان إضافة يعني. هذا أول فيديو كليب غادي ندير، ولاني ما كنزعمش ندير انا العمل الفيديو كليب، كنفضل نبقى في السينما وفي التلفزيون، ولكن ملي توفرت الشروط المناسبه يعني مع مخرج اللي عارف شنو كيدير بالضبط، فثقت فيه لاني عرفت الصوره ديالي غتكون في المكان الصحيح، وهو كان محتاج عبد الاله رشيد قال لي محتاجك انت ما محتاجش اي شخص اخر، فزادت الثقه ديالي كثر والتقدير، وقلت غادي ندير شي اضافه في هذا العمل، والعمل نجح الحمد لله. يعني كانت النتيجة ناجحة بالفعل. عبد الإله، سؤال أخير وسريع، مشاريعك المستقبلية ما هي؟ ما نعرف شو جديدك. إن شاء الله يعني عندي عمل غادي يخرج قريب، مسلسل مغربي مختلف تمام قبل بالرياضة ورياضة الملاكمة اللي نادرا فاش كيتناولوا هذه المواضيع عندنا في التلفزيون، ويمكن غادي يكون أول مرة غادي يتناول شي قصة بحال هكا، وعندي أعمال سينمائية كنحضر لها إن شاء الله قريبا. يعني كل التوفيق لك في هذه الأعمال المستقبلية. عبد الإله رشيد ممثل المغربي، كنت معنا مباشرة من مدينة الدار البيضاء، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم على الاستضافة. شكرا. مشاهدينا، بدأت تنتشر بيوت الضيافة وتفتح أبوابها للسياح الأجانب بشكل كبير لتقديم تجربة تدمج السائح بالتراث والثقافة في مشهد بدأ ملحوظ في العديد من مناطق الأردن. نتابع. البيت هي عمارة مبنية في جبل عمان، منطقة تراثية من الستينات تقريبا. الاشي الحلو فيه انه هو خلص ضله زي ما هو من الستينات لنحكي لليوم، يعني فيه كتير تفاصيل صغيرة، منها مثلا في رسمتين لمهند درة فنان اردني انرسموا هون بالستينات او السبعينات، بعدهم موجودين لليوم ما تغيروا، موجودين على الحيط يعني حتى مش مبروزين، فهاي التفاصيل صراحة يعني هي اللي بتعطي المكان جماليته.
وفي كثير اشياء ثانيه ممكن نحكي، مثلا حتى الشبابيك الموجودين، الارض الموجوده، البلاط، يعني هاي الاشياء، الحجر نفسه، هاي الاشياء اللي هي يعني هي عمان، هي عمان القديمه. ببيع تجربه، ما ببيع بس منام. فالتجربه اللي احنا عم نحاول نوفرها من خلال الرحلات، من خلال يتعرفوا على ناس جديده، من خلال يندمجوا مع المجتمع المحلي اكثر، يعني بنحاول نعيشهم مع المجتمع المحلي عشان يحسوا بطعمه الثقافه العربيه اكثر والثقافه الاردنيه، يذوقوا اكل اردني مش من المطاعم بس من ست بتطبخ مثلا، يروحوا رحلات مش مع رحلات ومكاتب سياحيه بس مع مجتمع محلي، مع شباب صغار يقدروا ياخذوا ويعطوا مع بعض ويبنوا كونكشنز مع بعض. التجربة عندي ممكن شوي مختلفة من الأشخاص الآخرين يعملون تطوع، عشان أحكي عربي. الجو كتير مختلف من الأماكن أخرى، الفنادق أو الهوستل بالعالم، وأعتقد الناس يحبوا هذا عشان مختلف كتير، وعن جد تشوف جزء من الثقافة والتقاليد من الأردن أو من الشرق الأوسط. من بيت الضيافة في الأردن إلى الضيافة في المطبخ في صباح النور. في المطبخ ننتقل مباشرة إلى شيف طارق. يا أهلا وسهلا. يلا يا شيف، كيف الوضع شيف؟ مش الحال؟ هيك الجبنة هيدي روعة. يلا الحواب لما خلص لك. يلا جايين انتظركم. اهلا وسهلا مشاهدينا في الفقرة الثانية والاخيرة من البرنامج. نقدم بقى ايه بقية الاطباق بتاعتنا. طيب شايفين بقى هنا خلطة الجبنة بتاعتنا حلوة مع الكريمة. طبعا اللون الاصفر انتوا شايفينه ده من ال شايفين الجبنة الشيدر بتاعتنا عشان لونها صفر. طبعا ما حطيناش اي ملح. طيب عندي هنا بس قبل ما ايه نبدا نرص الاطباق بتاعتنا، عندي في السريع كده طاسة برضو جت في بالي نعملها بسرعة. عندي شوية من السوسيس او الهوت دوغ حسب ما بتسموه اهو، نديهم بس تشويحة شوية زيت خفيف كده، ومعانا برضو ايه شوية بيف بيكن النوع دوت اللي موجود هنا، مع شوية من البسطرمة وشوية ذرة، هما بس هنشوحهم مع بعض. وبرضو بالخلطة الأساسية بتاعتنا خلينا نفكرها تاني للسادة المشاهدين، حطيت كريم الطبخ تقريبا لتر كريم الطبخ مع كوباية جبنة شيدر، كوباية جبنة كريمي، وكوباية قشطة، بكميات متعادلة، كوباية اللي هي تقريبا 200 أو 250 ملي. وبعد كده قلبتهم كلهم مع بعض مع رشة فلفل أسود ورشة جوزة الطيب، حاجة بسيطة جدا، وطلع معانا الخليط بتاعنا أهو. طبعا طاسة اللحمة اللي نزلت ديت بتاعت اللي هي اللحمة المفرومة اللي عملناها هنا مع بعض، شكلها بعد ما خلص نبدأ بقى ايه نغرفها. شايفين حلوة ازاي؟ حط بقى صوص الجبنة اللي احنا عملناه او الكريمة، الكمية اللي تحبوها يعني في كل طاسة الكمية اللي ترجع لكم واللي تفضلوها حاجة بتاعتنا. طيب ادي خلطة اللحمة المفرومة عليها رشة بقدونس، وبكده تكون جهز معانا خلطة اللحمة. نحط هنا، نيجي نقلب الهوت دوج ونشوف أخباره إيه. أهو نحط هنا عندي البيف بيكن اللي قطعته قطع صغيرة، ومعاهم بسطرمة، شوية بسطرمة صغيرين، ومعاهم ذرة. أظن وصفة سهلة خالص اهي. هنا برضو مشوح لي شوية مشروم على جنب، نقلب كل ده على بعض، ينفع معانا وجبة فطار دسمة كده حلوة أهو. ما بنحطش دهن أو زيوت كتير، لأن هو الحاجات دي كلها أصلا فيها نسبة دهون وزيوت عالية أهو. نقلب
ونسيبهم. يلا حبشات يعطيك العافية. الله يعافيك. يعطيك العافية. نفضي شو هالأطباق الشهية والروائح. الله الله. شايف الجبنة؟ الله يسلمك. هيجي دلوقتي بقى خلطة الجبنة الحلوة دي هنصبها على الشيش بتاعنا. دائما بنقول أي شيء فيه جبنة لازم دائما طيب كتر ويمشي مع أي حاجة كتر. كده إذن خلينا يعني نصب. لا ما تخافوش ما تخافوش ما فيش أي أكشن. هي كانت في أجازة فما تعرفش. لا لا أنت راحت عليك الحوادث يلي صارت. شو صاير معكم خبروني يعني مخبرك هيك مفرجيكي يمكن لايف المشاهد مع زميلتنا سارة. حوادث بسيطة خفيفة طرطشت الجبنة بسيطة. كان كاليماري كان في أشياء تانية هون عم بتطير. أدي طاسة شيش طاووق. نعم أظن سهلة وحلوة خالص ده لسه ما بقولهم يعني كلمات الجبنه زي ما بتحب. رشة بقدونس خفيفه اهم كده جاهزه معانا. نيجي بقى عندي هنا طاسه عملتها سريع كده. شو عندنا بقى؟ شو فيها بالطاسه؟ شو رح تعمل فيها؟ اي حاجه بتحبيها من اللحوم اللي هي اللانشون اللي هم التركي بيف بيكن المعلبه المعلبات على بعض كله تشويحه هنا كده ونعمل برضو بصوص الجبنه اللي احنا عملناها دي برضو بتيجي مع سي فود تطلع حلوه قوي. هالجبنه اللي عم تستخدمها شايف خلينا هيك نذكر فيها المشاهدين شو عملت؟ عملت كريمه طبخ حطيت الطبخ. عليها جبنه شيدر وجبنه كريمي اللي هي المعلبه وحطيت عليها القشطه وقلبتهم مع بعض وبسيطه جدا يعني بس على بتعطي نفس طعمه الجبنه بطريقه طيبه صحيح. واهم شيء انه ما فيها كالوريز ابدا خالص خفيف 400 500 فيها ما فيها حيتاكلوا يا سلام خلينا نذكر باطباق اليوم يلي الجبنه طاغي والاساس اليوم. هي النهارده حلقه الجبنه حلقه الجبنه العالميه. شو عملنا؟ عملت اللحمه المفرومه بالخضره شوحتها وحطيت عليها صلصه الجبنه اللي احنا عملناها وعندي عملت الشيش طاووق دخلته في الفرن وبعد كده حطيت عليه برضو خلطه الجبنه وعندي بقى طاسه البيف بيكن مع البسطرمة مع الهوت دوج سوسيس الحاجات دي كلها مع شويه ذره. هون شو عندنا؟ وهي كمان طاووق. نعم في طاسه شيش طاووق جت زياده. اوكي نعم. مش غلط للزياده ما فيش مشكله. وحده لي وحده لهبه بالضبط وكده نكون رحبنا بهبه ورحبنا بيكم كلهم. شكرا لك شيف على هالاطباق الشهيه جدا. ومشاهدينا هكذا نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا لليوم. حلقتنا بتمنى أن تكون يعني هيك قد نالت إعجابكم كانت غنية بالمواضيع والفقرات. غدا لقاء جديد وفيه أحدث الأبحاث والدراسات الطبية ضمن النشرة الصحية. أيضا غدا هواية تصميم أحواض الأسماك للزينة. نعم وهذا والمزيد في حلقة الغد. تابعونا غدا وكل يوم على العربي 2. إلى غدا اللقاء. أيضا أنا وهبة تابعونا. إلى اللقاء.